السلام عليكم. هنبدأ النهارده إن شاء الله شابتر 2 في بنك المعرفة، اللي هو شابتر 2 هو الماجنتيك افكت. بداية الأسئلة بتبدأ بترو اور فولس، صح ولا غلط. أول سؤال بيقول لي الإلكتريك كارنت هو الفلو اوف ذا تشارج اكروس اني سيرفيس. الإلكتريك كارنت هو عبارة عن الفلو اوف ذا تشارج، كنا بنقولها ثرو ذا كوندكتور. هنا هو قايلها اكروس اني سيرفيس، ماشي اوكي، يبقى دي ترو، يبقى دي صح. بعد كده بيقول لي وين الالكتريك كارنت باسس ان اواير، لو في الكتريك كارنت مش الفاير بينشا ماجنتيك فيلد. مين اسم العالم اللي اكتشف هذا الموضوع؟ لما بيمشي الكتريك كارنت في كوندكتنج واير، فاير بينشا حول الواير ماجنتيك فيلد. اسم العالم، اسم العالم هاند كريستيان اولستيد، هاند كريستيان اولستيد. السؤال اللي بعده بيقول لي في كارنت ماشي فاير، هل الواير في الحاله دي بيتصرف كانه ماجنت؟ كارنت ماشي فاير، هل الواير بيهيف از ماجنت، بيتصرف كماجنت؟ لما هو كارنت بيمشي فاير بيمشي حول الواير ماجنتيك فيلد والواير يشبه الماجنت، يبقى دي ترو، يبقى دي كده ترو. اللي بعده بيقول لي البولاريتي بتاعت الماجنتيك فيلد، بيقصد البولاريتي بتاعت الماجنتيك فيلد الساوث والنورث، الساوث والنورث ما بتتاثرش لو عكسنا الدايركشن بتاع الكرنت في الكوندكتور، يعني لو في كرنت ماشي في الكوندكتور وعكست الدايركشن بتاعه، هل الاس والان بيتغيروا؟ هل الاس والان بيتغيروا؟ ايوه بيتغيروا، الاس والان بيتغيروا. طب هو بيقول لي ان انا ما بيتغيروش، بيقول لي ما بيتاثروش، يبقى دي فولس. يبقى البولاريتي اوف ذا بروديوس ماجنتيك فيلد از نوت افكتد، لا مش نوت افكتد، دي افكتد، مش نوت افكتد، دي افكتد باي ريفرسنج الدايركشن بتاع الكرنت ثرو الكوندكتور. يبقى الجمله دي فولس، دي غلط. اللي بعد بيقول لي الستاتيك تشارج يبقى ليها الكتريك فيلد ملهاش ماجنتيك فيلد، كان صح ولا غلط؟ عشان يبقى في ماجنتيك فيلد لازم تكون التشارج بتتحرك، لازم تكون الالكترونات بتتحرك عشان تحدث ماجنتيك فيلد. الستاتيك تشارج يبقى ليها الكتريك فيلد لكن ملهاش ماجنتيك فيلد، ملهاش ماجنتيك فيلد، يبقى الجمله دي صحيحه، يبقى دي ترو. الستاتيك تشارج معناها الكترون واقفه في السلك ثابته ما بتتحركش، الالكترون الثابته معناها ما فيش الكتريك كارنت، ما فيش الكتريك كارنت، يبقى ما فيش ماجنتيك فيلد، يبقى الستاتيك تشارج هاز اتس الكتريك فيلد بات نو ماجنتيك فيلد، نو ماجنتيك فيلد، ملهاش ماجنتيك فيلد، يبقى الجمله دي صحيحه. بيقول اللي بعدها اللايف بول ريبل اند اوبوزيت بولز اتراكت، اللايت بول بيحصل بينها وبين بعضها ريبلشن، الاس والاس بيحصل ريبلشن، الان والان بيحصل ريبلشن، الاوبوزيت بول بيحصل بينها اتراكشن، الاس والان بيحصل بينهم اتراكشن، يبقى الجمله دي ترو، يبقى الجمله دي تعتبر ترو. اللي بعدها بيقول لي انهي جمله في اللي تحت دول كلهم في الاربع حاجات ايه ولا بي ولا سي ولا دي بتعتبر ترو، انهي واحده تعتبر ترو بالنسبه لشكل الماجنتيك فلوكس، للماجنتيك فلوكس، للماجنتيك فلوكس اللي بيبقى حوالين واير، الماجنتيك فلوكس، الماجنتيك فلوكس، اسف، الماجنتيك فلوكس وخلاص. انهي جمله صحيحه بالنسبه للماجنتيك فلوكس؟ اللي صحيح ان الماجنتيك فلوكس زي لوب فروم وان بول اوف ذا ماجنت تو ذا اذر، يعني الماجنتيك فلوكس بيخرج في الهواء من النورث بول الى الساوث بول وجوه الماجنت من الساوث للنورث، يبقى هو ده اللي بيبقى بيعمل لوب، بيعمل لوب، بيعمل لوب، انه بيخرج في الهواء من النورث للساوث وجوه الماجنت بيتحرك من الساوث للنورث، يبقى الماجنتيك فلوكس زي لوب فروم وان بول اوف ذا ماجنت تو ذا اذر، فروم وان بول اوف ذا ماجنت تو ذا اذر، يبقى هي دي الجمله الصحيحه، هي دي الجمله الصحيحه وباقي الجمل كلها مش صح. دلوقتي هابن ايه اللي يحصل؟ لو انا جبت ماجنت وقصيته من الوسط، من الوسط كده قصيته نصين، لو جبت مغناطيس وقصيته نصين، قطعته نصين، جبت حته حديد على المغناطه وقصيته نصين، او جبت سولينويد وقصيته نصين، كل نص، كل هاف هيبقى فيه ساوث ونورث، كل نص هيبقى فيه ساوث وفيه نورث، ناحيه عليها ساوث والناحيه الثانيه هيبقى عليها نورث، يبقى الاجابه الصحيحه في ايه ولا بي ولا سي ولا دي؟ الاجابه الصحيحه بي، ان اتش هاف ويل هاف ا نورث بول اند ساوث بول. جبت ماجنت كان له اس وله ام، طوله 10 سم، رحت قاسمه نصين، بقى كل نص 5 سم، ال 5 سم ديت بقى ليه برضه ساوث ونورث،
بعديها برضه ساوث ونورث، دي بقيت شهاف ويل هاف ا نورث بول اند ا ساوث بول. سؤال نمبر 9، ممكن نكبر شويه. السؤال نمبر 9، السؤال نمبر 9 بيقول لي ايه اللي يحصل لو انا زودت التيرن بتاع الكويل. كويل رحت مزود التيرن بتاعته، كويل كان 20 تيرن خليته 25 تيرن. لو زودت عدد التيرن ايه اللي يحصل؟ انا اجابه من الاربعه ايه ولا بي ولا سي ولا دي اللي صحيحه؟ هبص الاقي لو انا زودت النمبر اوف تيرن ده يزود السترينث بتاع الماجنتيك فيلد، ويقصد هنا بكلمه السترينث بتاع الماجنتيك فيلد هي الفلاكس جيرسي اللي هي البي. لو كويل مثلا لو سيركل لوب يبقى البي ام يو ان اي على 2 ار، لو سولينويد البي ام يو ان اي على ال، يبقى في جميع الاحوال البي دايركت مع الان. يبقى لو زودت عدد التيرن هيزيد البي. البي اللي هي الفلوكس ديرسي اللي هو هنا مسميها، هو هنا مسميها الاسترينس بتاع الماجنتيك فيلد، الاسترينس بتاع الماجنتيك فيلد. ايوه ايوه هو البي دايركتلي مع الان سكوير ولا الان بس؟ القانون بيقول ايه في السيركل لوب؟ البي بتساوي بيو ان اي على ال. يبقى البي دايركتلي مع الان. اصل في مسائل بيقول لي هات الريشيو لما الان يتغير ولا ايه؟ بتتكلم على السيلف اندكتور اللي فيه ان سكوير، القانون ال ميو ان سكوير على ال سولينويد، ده اللي فيه ان سكوير. هو مش بيبقى موضح في سؤال ان هو سيلف اندكتور؟ لا هو سيلف اندكتور ده شابتر 3، واحد دلوقتي بيتكلم في شابتر 2. ايوه ايه ده ماشي شابتر 2 القانون الوحيد يا مريم اللي فيه ان سكوير. بس انا وانا بحل شابتر 2 جالي السؤال ده وعملها، وانا بحل في شابتر 2 مسائل شابتر 2 جالي السؤال ده وعملها مع الان سكوير. ان سكوير على ازاي بالعقل؟ هبقى معاك. ربنا خلق لنا عقل. البي بتساوي ميو ان اي على 2 ار. خلاص هبقى ابعت السؤال ده. مش سامعك؟ هبقى ابعت السؤال ده. ابعتي لي السؤال ده عليا لكن حاضر اشوفه. ابعتي لي السؤال وانا اشوفه لك، واخده بالك؟ حتى لو فك الار اللي تحت بان على 2 باي ار برضه مش هتنفع. ابعته لي وهشوفه، ابعته لي بس القانون واضح وصريح. ايوه البي بتساوي ميو ان اي على 2 ار او البي بتساوي ميو ان اي على ال. والحاجه طيب الوحيده اللي فيها ان سكوير، ان سكوير هو قانون السيلف اندكتورز ال ال بتساوي ميو ان سكوير على ال سولينويد. تمام كده؟ اللي بعده بيقول لي انهي جهاز من دول قامت فكره عمله على الانديوزد كارنت؟ انهي جهاز قامت فكره عمله على الانديوزد كارنت؟ الجهاز اللي قامت فكره عمله على الانديوزد كارنت هو الجنريتور. الجنريتور اللي هو الدينامو، الجنريتور اللي هو الدينامو، الجنريتور اللي هو الدينامو. واحد يقول لي الدراير، ده ايه فكرته على ايه؟ الدراير، الدراير ده بيبقى عباره عن ان في كهرباء بتمشي في واير، فالواير يسخن ويعمل ستيم ويجفف، يبقى ده مش ما فيهوش انديوزد كارنت خالص. الموتور ده انا بديله كارنت بتاع باتري. فيهوش انديوزد كارنت. الوشنج ماشين نفس الكلام، بديها كارنت بتاع باتري. فيشه الحيطه. يبقى الوحيد اللي بيشتغل على انديوزد كارنت هو الدينامو. الدينامو يعني الجنريتور. الدينامو يعني الجنريتور. انا ليه اخترت الجنريتور؟ عشان كلمه انديوزد كارنت، عشان كلمه انديوزد كارنت. بعد كده سؤال عبيط بيقول لي رمز كل حاجه، الماجنتيك فلكس ديرسي رمزها مين في الثلاثه دول؟ رمزها البي. اليونت بتاعتها انهي حاجه في الثلاثه دول؟ التسلا. يبقى الفلكس ديرسي رمزها بي، واليونت بتاعتها تي كابيتال اللي هي التسلا. الرمز نيو نوت، هو احنا عندنا في الكتاب اسمه ميو بس، هنا يعني مسمين نيوت ميو نوت. ده ميو نوت دي مين؟ دي البريمابيلتي. الميو نوت ديت اللي هي البريمابيلتي. بعد كده هو بيقول لي الماجنتيك فلاس ديرسي والديستنس علاقتهم ايه ببعض؟ الماجنتيك فلاس ديرسي والديستنس بالنسبه للستريت واير. الماجنتيك فلاس ديرسي والديستنس في الستريت واير، البي بتساوي ميو اي على 2 باي دي. يبقى البي انفيرس مع الدي، البي انفيرس بروبورشن مع الدي، البي انفيرس بروبورشن مع الدي اللي هي الديستنس. نمبر 12، نمبر 12 بيقول لي انهي واحده في دول بتزود الفلاكس ديرسي؟ انهي حاجه في الاربعه دول ايه ولا بي ولا سي ولا دي اللي هتزود الفلاكس ديرسي؟ اللي هتزود الفلاكس ديرسي
الناس يعملوا له كارنت في ستريت واير، الناس يعملوا له كارنت في ستريت واير. اللي بيزود الفلاكس ديستي ان ازود الكارنت اللي ماشي في الواير، لما ازود الكارنت يزيد الفلاكس ديستي. البي بتساوي ميو اي على 2 باي دي، يبقى البي تركت مع الاي، يبقى لو الاي زادت البي هتزيد، لو الاي زادت البي هتزيد، يبقى اختار بي انكريز الكارنت في الكوندكتور. بعد كده هو بيقول لي هنا هو الايرن فيلينج اللي بستخدمها في تجربه ستريت واير او ستريت لوب، الايرن فيلينج هل دي في التجربه بنقدر نستخدمها عشان نعرف الشيب والدايركشن بتاع الماجنتيك فيلد؟ هل الايرن فيلينج المستخدمه في الاكسبيرمنت تستخدم عشان نعرف الشيب والدايركشن بتاع الماجنتيك فيلد؟ لا، الايرن فيلينج مستخدمه فقط عشان نعرف الشيب بتاع الماجنتيك فيلد، كان كونسنتريك سيركل ولا كان نو لونجر سيركل، لكن الدايركشن بتاع الماجنتيك فيلد بنعرفه برولز اخرى، سواء بي رايت هاند رول او رايت هاند كلوك وايز او رايت هاند سكرو رول. الايرن فيلينج ما لهاش دعوه بالدايركشن، الايرن فيلينج بس بتوصف لي شكل الماجنتيك فيلد، لكن الدايركشن بتاع الماجنتيك فيلد لا. يبقى دي صحيح والغلط، يبقى دي اجابه خاطئه، يبقى دي خاطئه، يبقى اختار الفولز. بنشوف بيها الشكل مش الاتجاه. اللي بعده بيقول لي الماجنتيك فيلد الناشئ هنقول له كارنت ستريت واير، هل شكله سيركلر؟ هل شكله سيركلر؟ اه، الماجنتيك فيلد نتيجه مرور كارنت في ستريت واير يبقى سيركلر، يبقى شكله سيركلر، يبقى دي جمله صحيحه، شكله سيركلر، يبقى دي ترو. بيقول لي تو واير كاري كارنت، هل اولويز ريبل تو واير كاري كارنت؟ هل اولويز، ناخد بالنا من كلمه اولويز، هل اولويز ريبل؟ لا مش اولويز ريبل. والله لو التو كارنت في السيم دايركشن يبقى هيحصل بينهم اتراكشن، لو التو كارنت في الاوبجيت دايركشن يبقى هيحصل بينهم ريبانشن، يبقى ربما هيحصل بينهم اتراكشن على حسب التو كارنت، لو كانوا في اتجاه واحد يحصل ريبانشن، لو كانوا التو كارنت في الاوبجيت دايركشن، يبقى مش اولويز ليبل، يبقى دي جمله خاطئه، كلمه اولويز ليبل غلط، اللي هي نوت اولويز ليبل، نوت اولويز ليبل، اوقات يبقوا ليبل واوقات يبقوا اتراكتيف، اوقات يبقوا ليبل لو كانوا التو كارنت في الاوبجيت دايركشن، واوقات يبقوا اتراكشن لو كانوا التو كارنت في السيم دايركشن. اللي بعده جمل وبنختار الدايركشن بتاع الماجنتيك فيلد بيتعكس لما دايركشن الكرنت بيتعكس، يبقى اختار كلمه ريفرس. الدايركشن بتاع الماجنتيك فيلد الناس هنقول كرنت ستريت واير، دايركشن الماجنتيك فيلد هيحصل له ايه؟ هنختار ريفرس بيتعكس لو وين ذا دايركشن اوف ذا كرنت از ريفرس. الدايركشن اوف ذا ماجنتيك فيلد اراوند ستريت واير كاري كرنت ريفرس وين ذا دايركشن اوف ذا كرنت از ريفرس، لما الكرنت بيتعكس الدايركشن بتاع الماجنتيك فيلد بيتعكس هو الاخر. اللي بعده بيقول لي لما الكرنت يكون في السيم دايركشن في تو بارل واير، لما الكرنت يبقى في السيم دايركشن في تو بارل واير نوع الفورس يبقى ايه؟ نوع الفورس يبقى ايه؟ اختار اتراكشن فورس. لما الكرنت اللي يبقى ماشي في السيم دايركشن ان تو بارل واير في تو بارل وايرز يبقى نوع الفورس ايه؟ هي نوع الفورس اتراكشن فورس. بنكمل، يقول احمد دي رسمه كده كبيره قوي، ده لي ثلاث رسومات، رسمه اسمها ايه؟ الكرنت ماشي في الاتجاه ده والفلاكس في الاتجاه ده، رسمه اسمها بي الكرنت في الاتجاه ده والفلاكس في الاتجاه ده، رسمه اسمها سي الكرنت في الاتجاه ده والفلاكس في الاتجاه ده. واللي انا رسمه في الثلاثه اللي صح، ادي رسمه في الثلاثه اللي صح. ابص هنا، خد بالك عشان دي رسومات سولو جيومتري، الجنب ده اللي هو اللي قدام وده الخلفي، الناحيه دي الخلفيه، الخلفي الظهر اللي ورا وده من قدام، الكرنت نازل كده. لو الكرنت نازل بالشكل ده يا ترى اتجاه الفلوكس يبقى داخل على اللوب ولا خارج منها؟ هو عاملها لي داخل، اشوف الكلام ده صح ولا غلط. هجهز ايدي اليمين الرايت هاند امبير رايت هاند رول، امبير رايت هاند رول، امبير رايت هاند رول، احط الصم فوق سهم الكرنت هنا، حط الصم فوق سهم الكرنت هنا، بص الروتيشن بتبعي صوابعك، هتلاقي الروتيشن على بره، الروتيشن على بره هنا اهو، عامل هو اتجاه الفلكس على جوه، يبقى الرسمه دي خاطئه. يبقى كمان مره هجيب ايدي اليمين الرايت هاند امبير رايت هاند رول، امبير رايت هاند رول، هخلي الصم على السهم ده، يعني الصم بص لتحت نازل لتحت، بص لبقيه دوران صوابعك،
هتلاقي ظهران صوابعك لبره لبره لبره، عكس السهم ده، 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 يبقى ده اسمها ايه؟ خاطئه. يبقى ده اسمها ايه؟ خاطئه. هروح عند الرسم دي، احط صباعي على السهم بتاع رايت هاند، رايت هاند رول، اخلي السهم لتحت وابص على بقيه صوابعي، الاقي صوابعي باصه لبره والفلكس فعلا اهو سهم لبره، يبقى الرسم دي هي اللي صح. الرسمه دي هي اللي صح، الرسمه دي هي اللي صح. طبعا الشيء هتبقى غلط اهو. هنا الكرنت طالع لفوق، الكرنت طالع لفوق، هل الفلكس هيبقى في الاتجاه ده؟ الكرنت طالع لفوق، اجيب امبير رايت هاند رول، هجيب الصم وخلي الصم طالع لفوق، هلا بقيت صوابعي داخل لجوه، بقيت صوابعي راح على الشمال، بقيت صوابعي راح على الشمال، يعني داخل لجوه، لكن هنا الفلكس خارج لبره، الفلكس خارج لبره، الفلكس خارج لبره، يبقى السي اخرى غلط، يبقى هي اللي صح اللي هي في الويست اللي هي بي. خد بالك انا كاتب لك امامي، يعني الناحيه دي اللي قدام والناحيه الثانيه اللي ورا، لان هو غبي في الرسم المفروض اللي هي اللي قدام بتبقى ثقيله واللي ورا في الخلفيه بتبقى منقطه، يعني كان المفروض السيركل ديت كده 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 كده، كل الحته دي الكوز ده كان المفروض يبقى منقط، او بقدر اعرف ان ورا، اقدر اعرف ان ده هو مش خلف، ورا الخلف بيبقى منقط والثقيل هو اللي بيبقى قدام، هو طبعا عامله كله ثقيل، فطبعا بيبقى في صعوبه شويه انك تعرف مين قدام ومين ورا، يعني ما فيش عقوبه انك تعرف من قدام ومن ورا، يعني الرسمه كده هي مش دقيقه، المفروض الحته دي تبقى خطوط منقطه. منقط يبقى ده في الخلف. الرسم له قواعد. السؤال اللي بعده بيقول لي الماجنتيك فلوكس بتاع الارض، الماجنتيك فلوكس الناتج عن الارض هل بينشا عن انصهار الحديد اللي في بطن الارض؟ هل بينشا عن انصهار الحديد اللي في بطن الارض؟ احنا عارفين في بطن الارض دي حديد، والحديد ده في حاله انصهار فظيع جدا ودرجه حراره عاليه جدا. بينشا بسبب كده، ازاي يعني؟ افهمك ازاي؟ الحديد اللي بينشا ده بينشا بسبب الحراره العاليه. يبقى في حراره عاليه جدا في الحديد، الحراره العاليه دي بتمتصها الالكترون وتتحرك في الحديد. يبقى الحديد فيه الكترون بتتحرك، فبيمشي حولها ماجنتيك فيلد والكتريك فيلد. يبقى بطن الارض، الارض ليها مجال كهربي ومجال مغناطيسي، الارض ليها مجال كهربي وليها مجال مغناطيسي. ايه السبب ان ليها مجال كهربي ومجال مغناطيسي؟ الحديد المشتعل في بطن الارض، الحديد المنصهر اللي سايح بطن الارض حراره جامده جدا، الحراره الجامده جدا دي بتمتصها الالكترونات بتاعت الحديد وتتحرك. يبقى في الكتريك كارنت ماشي في الحديد، الالكتريك كارنت هيعمل ماجنتيك فيلد والكتريك فيلد. يبقى دي اجابه صحيحه، يبقى الجمله دي صحيحه، اختار ثروت. السؤال اللي بعده بيقول لي الماجنتيك فيلد الناشئ عن مرور كارنت فاير هل هو بيبقى بسبب حركه البروتون؟ هل الماجنتيك فيلد ده بينشا بسبب حركه البروتون؟ عمر البروتون ما بتتحرك، اللي بيتحرك الالكترون، بيتحرك الالكترون. يبقى دي جمله خاطئه، اللي بيتحرك الواير هو الالكترون وليس البروتون. البروتون ثابت في النيكولاس، البروتون ثابت في النيكولاس، اللي بيتحرك هي الفري الكترون اللي في الاوتر انرجي ليفل. يبقى الجمله دي خاطئه، لو عايزها تبقى صحيحه يبقى تستبدل كلمه بروتون بالكترون. يبقى هنا ما دام في بروتون يبقى اجابه خاطئه. السؤال نمبر سي بيقول لي الليفت هاند سكرو رول، ما المش السؤال واخت اقول جمله خاطئه، ما فيش حاجه اسمها ليفت هاند سكرو رول، اللي عندنا رايت هاند سكرو رول. مش هكمل بقى لقيت السؤال خلاص، ما عندناش في الكتاب حاجه اسمها الليفت هاند سكرو رول، اللي عندنا في الكتاب الرايت هاند سكرو رول. هو هنا بيقول لي الليفت هاند سكرو رول بنستخدمها عشان نعمل دايركشن ماجنتيك فيلد بالسولونويد ده طبعا، يبقى ما فيش حاجه اسمها في المنهج اسمها ليفت هاند، اسمها رايت هاند سكرو رول. يبقى دي جمله خاطئه، يبقى اختار الفولس. يقول لي بعد كده اي شكل من الاشكال الاتيه تعتبر صحيحه؟ نفس الكلام برضو، نفس الكلام. هنا ده سولونويد، ده كده سولونويد سلك ملفوف بهذا الشكل. خد بالك السلكه دي تحت من ورا والسلكه دي من قدام، دي من ورا ودي من قدام. عرفت منين ان الخط ده تقيل؟ الخط ده تقيل، الخط ده تقيل، الخط ده تقيل، يعني ده اللي ظاهر وده اللي مستخبي ورا، ده اللي مستخبي ورا. قال لي الكرنت هنا طالع من هنا اهو، الكرنت طالع بالشكل ده. يبقى الكرنت هنا طالع اهو هيهدانا ورا وبعدين هيروح نازل لي، هيروح نازل، هيروح نازل فيدي على تحت كده، هيروح نازل على تحت كده، وبعدين يطلع هنا مستخبي وبعدين يروح نازل فيدي كده وهكذا. يبقى الكرنت طالع لفوق بالشكل ده. طالع من هنا اهو بس مستخبي ورا وبعدين نازل، يبقى الكرنت هنا نازل. الكرنت هنا نازل، الكرنت هنا نازل. بيقول لي انهي رسمه دول تمثل اتجاه الماجنتيك فيلد الصح؟ امبير رايت هاند رول. استخدم امبير رايت هاند رول، احنا اتفقنا الكرنت هنا طالع. طالع وبعدين مستخبي وبعدين نازل في السلكه دي نازل. يبقى اجيب الصمب واخلي الصمب بتاعي نازل. اخلي الصمب نازل، اخلي الصمب نازل.
اخلي الصم نازل، هلاقي بقيه صوابعي رايحه ناحيه اليمين، يعني الفراش رايح ناحيه اليمين، لكن انا عندي هنا الفراش رايح ناحيه الشمال، الفراش رايح ناحيه الشمال، يبقى الرسمه دي غلط. كمان مره الواير دوت ده من تحت، ده رايح من ورا، ده رايح من ورا وبعد كده ده طالع من قدام، دي كده جايه من قدام، وبعدين دي من ورا، وبعدين دي كده جايه من قدام. اتجاه الكرنت اهو، اتجاه الكرنت اهو، يبقى الكرنت في الواير ده من ورا وبعدين من قدام جاي لي ونازل على تحت، يبقى الكرنت نازل على تحت. اجيب انا الصم واحط صباعي على الكرنت اللي نازل على تحت، بقيت صوابع اللي رايحه ناحيه اليمين، يبقى الفراش رايح ناحيه اليمين، الفراش رايح ناحيه اليمين مش داخل ناحيه الشمال، يبقى الرسمه دي غلط. ابص الرسمه اللي بعدها، الكرنت برضه طالع لفوق، وهنا هنا الرسمه هنا خارجه على بره اهو. انا هنا الكرنت من تحت هيلف هنا ويبقى من فوق، في ديت نازل، اخلي صباع الصم نازل، ابص على بقيه صوابعي هلاقيها خارجه ناحيه اليمين. ده الفلوكس هنا خارج ناحيه اليمين، الفلوكس خارج ناحيه اليمين، يبقى الرسمه دي الصحيحه، يبقى الرسمه دي هي اللي صح، الرسمه دي هي اللي صح. طبعا سي برضه هتبقى غلط، اللي برضه الكرنت من تحت اهو، بعد كده نازل لي على تحت، وهبص الاقيها من الناحيه دي برضه هتبقى ايه؟ انزل بص كده تاني عليها كويس. بس هنا الكرنت هو عامله لي معكوس. مستر حضرتك كده من الصوت. تمام. السؤال نمبر 19، السؤال نمبر 19 بيقول لي ان هو الاف دي مين؟ سؤال خايب، الاف دي مين؟ الاف دي الفورس، رمز الفورس. الفورس بتأثر على كوندكتور. بتتقاس بايه؟ بالنيوتن، يبقى اختار حرف الان، بيختار بالنيوتن، اختار حرف الان. بعد كده البي. البي ده رمز مين البي؟ البي ده الماجنتيك فلوكس ديرستي، البي. البي ده الماجنتيك فلوكس ديرستي، البي هنا. ده هي رمز الماجنتيك فلوكس ديرستي، رمز الماجنتيك فلوكس ديرستي. بعد كده هو الكرنت انتنسي بتتقاس بايه؟ البي بتتقاس بالتسلا، بتتقاس بالتسلا. بعد كده هو الكرنت انتنسي، الكرنت انتنسي رمزها ايه؟ الامبير. بتتقاس بالامبير. بعد كده ال الليرس بالمتر بتاع الكوندكتور. انهي لينس ده بالظبط؟ يعني ايه اللينس بتاع الواير ده؟ اللينس بتاع الواير اللي جوه الماجنتيك فيلد. يعني لو انا جبت واير طويل جدا جدا جدا، طويل جدا جدا جدا، ماليش دعوه بطول الواير كله، انا ليه دعوه بطول الواير اللي جوه الماجنتيك فيلد. اللينس ده هو عباره عن اللينس بتاع الواير وزن 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 الماجنتيك فيلد اللي خلال الماجنتيك فيلد. يعني لو فرضنا ان الماجنتيك فيلد عرض الماجنتيك فيلد 5 متر والواير طوله 6 متر، الواير طوله 6 متر، يبقى في متر مش موجودين في الماجنتيك فيلد، في متر من الواير مش موجودين في الماجنتيك فيلد، يبقى ده ما تحسبش في القانون. اي قانون في لينس يبقى لينس الواير اللي جوه الماجنتيك فيلد، لينس الواير اللي وزن 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 الماجنتيك فيلد. مساله قال لي واير طوله 10 سم، مساله عبيطه جدا، واير طوله 10 سم محطوط في وسط فلوكس، الدنس بتاعته 0.2 تسلا، اتاثر بفورس 0.1 نيوتن. بيقول لي احسب الكولنت، بيقول لي احسب الكولنت، وقال لي الواير ده كان محطوط بربنديكولا. الاف بتساوي بيني ساين سيتا، ما دام بربنديكولا يبقى سيتا ب 90 وساين 90 ب 1، يبقى الاف بتساوي بيني. عوض الاف عندنا ب 0.1، البي عندنا ب 0.2، ال عندنا ب 0.1، وعايزين الاي، نحسب الاي يطلع 5 امبير. تعويض مباشر، تعويض مباشر. الجمله اللي بعدها بيقول لي لما بزود الكرنت في الكوندكتور، لما بزود الكرنت الفورس بتقل، لما بزود الكرنت الفورس بتقل، لما بزود الكرنت الفورس بتقل. لا طبعا لما بزود الكرنت الفورس بتزيد، ده الاف بتساوي بي، يبقى الاف فورس مع الاي، يبقى الجمله دي خاطئه، الجمله دي خاطئه، اختار كلمه فورس خاطئه. بيقول الفورس على الواير بتبقى اقوى
لما الواير يبقى بارلل الفلاكس، الفورس على الواير بتبقى اقوى شديده لما يكون الواير والفلاكس بارلل. احنا خدنا لما الواير والفلاكس لما يبقوا بارلل، لما الواير والفلاكس يبقوا بارلل بتبقى الثيتا بزيرو، يبقى الفورس بزيرو، يبقى الفورس بزيرو، يبقى الفورس بتنعدم مش بتقوى. يبقى الجمله دي خاطئه، اختار فولز. يقول الفورس على الكوندكتور اكزيرتد باي ا ماجنتيك فيلد از سترونجست وين الفيز دي عند الكرنت ار بارلل. يا راجل حرام عليك، لما يبقوا بارلل تبقى الثيتا بصفر، والفورس بتساوي بادي ساين صفر، يبقى الفورس هتبقى بصفر وليس سترونجست. يبقى الجمله دي خاطئه، اختار فولز. مساله مباشره بيقول لي عندنا واير طوله 20 سم محطوط في فلاكس الدنس بتاعته 20 ملي تسلا، ملي تسلا، ملي تسلا. بيقول لي ماري كرنت 2 امبير. بيقول لي اذا كانت الزاويه ما بين الواير والفلاكس 30 ديجري يبقى الفورس بكام؟ الانجل ما بين الواير والفلاكس 30 ديجري يبقى هي دي الثيتا. الثيتا الانجل ما بين الواير والفلاكس، الثيتا الانجل ما بين الواير والفلاكس 30 ديجري يبقى دي الثيتا. بيقول لي الفورس بكام؟ الفورس بتساوي بيدي ساين ثيتا. البي مديها لنا ب 20 ملي تسلا، الملي بضربه في 10 بقى نيجاتيف 3. واللينس هنا 20 سم يعني 0.2 متر، وبعدين الاي هنا 2 امبير، وبعدين ساين 35، ساين 35 يطلع لك الرقم 0.004. هنا في ساين 30 كمان، في هنا ساين 30 بس الرقم صح 0.004، الرقم ده مظبوط يعني الرقم الانسر مظبوط. هنا في ساين 30، في بس ساين 30 ما اتكتبتش فيه في اللي هي ساين 30 اللي هي بهاب، لكن الرقم ده هيطلع مظبوط، الرقم ده ان شاء الله هيطلع مظبوط. بس كتابه نكتبها بسرعه عشان نظبطها. يقول لي انهي كومبوننت في الجالفروميتر اللي بتتحرك؟ يعني عندنا جهاز الجالفروميتر، في الجالفروميتر في حاجات بتتحرك وفي حاجات ثابته. يقول لي ايه اللي بيتحرك وايه اللي ثابت؟ ايه اللي بيتحرك في الجالفروميتر وايه اللي ثابت؟ ايه اللي بيتحرك في الجالفروميتر؟ البوينتر بتتحرك، بتتلف يمين او شمال. السبرينج الكابت تتفرد ولا تتشد؟ والكويل بيدور. يبقى دول الاجزاء المتحركه في الجالفروميتر، الاجزاء اللي بتتحرك في الجالفروميتر. البوينتر بيتحرك يمين او شمال الزيرو. السبرينج بتضغط او بتتشد او بتتفرد. الكويل بيدور. الحاجات الاستيشنري، يقصد كلمه الاستيشنري هنا اللي هي الثابته. ستيشنري يعني ثابته. السكيل ده ثابت، السكيل ده ثابت عليه ارقام. الماجنتيك بولز الكونكيف دي ثابته. الايرن كور ده ثابت، اللي بيتحرك البوينتر والسبرينج والكويل. اللي بعدها بيقول لي وظيفه الحاجات ايه؟ بيقول لي الماجنتيك فيلد الناشئ عن كويل بسبب ماجنتيك فيلد. الماجنتيك فيلد اللي ناتج عن الكويل بيتعامل مع مين؟ مع الماجنتيك فيلد اللي بيتناتج بسبب الماجنت الجالفانوميتر. الجالفانوميتر وهو الكويل بيلف بيبقى في عندي اثنين ماجنتيك فيلد هنا. في الماجنتيك فيلد بسبب الماجنت اللي البولز بتاعه كونكيف، وفي الماجنتيك فيلد الناشئ عن نور كارنت في الكويل. الماجنتيك فيلد الناشئ عن نور كارنت في الكويل، التو ماجنتيك فيلد دول مع بعض يبقوا مع بعض، ودول اللي بيتحكموا في حركه الكويل، دول اللي بيتحكموا في حركه الكويل. اللي بعده بيقول لي الكويل ولا الكور اللي بيحمل الكارنت؟ الكارنت ماشي في مين؟ الكارنت ماشي في الكويل ولا في الكور؟ الكارنت ماشي في الكويل. بعد كده بيقول لي بنعرف القياس، بنعرف الميجرنج انديكيشن اوف ذا روتيشن عن طريق مين؟ بنعرف القياس عن طريق البوينتر. البوينتر بيروح ويقف في مكان معين عند قرايه معينه، بتبقى القرايه دي هي قيمه الميجرنج، هي قيمه الميجرنج ريدنج. بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لي انهي في دول اللي بيزود قوه الماجنتيك فيلد؟ مين اللي بيزود قوه الماجنتيك فيلد؟ اللي بيزود قوه الماجنتيك فيلد هي الايرن كور اللي بتصنع من السوفت ايرن، اصل السوفت ايرن البرمبيلتي بتاعتها عاليه. So increase the concentration of the flux around the coil. يبقى اللي بيزود الماجنتيك فيلد هو الكور، اللي بيزود الماجنتيك فيلد هو الكور عشان الكور اللي ملفوف عليه الكويل البرمبيلتي بتاعته عاليه. So increase the concentration of the flux around the coil. الغرض من السبرينج، بيقول لي ايه الغرض بالسبرينج؟ ايه ولا بي ولا سي؟ بي. بي بيقول لي الغرض من السبرينج اوبوز التورك بروديوس باي ذا ماجنتيك فيلد اون ذا كويل اند برينج البوينت للوضع الريست. يعني بيقول لي ان هو كان التو سبرينج وظيفتهم يعملوا اوبوزيت تورك، اوبوزيت تورك ريزيست روتيشن، وكمان يرجعوا الكويل والبوينت لوضع الزيرو في وضع الريست، لوضع الزيرو في وضع الريست. يبقى الاجابه بي هي اللي صح، هي اللي صح. نمبر 26 بيقول ايه من اللي هنقوله ده دلوقتي بيزود او بينقص الديفليكشن بتاع الجالفانوميتر؟ مين من اللي هنقولهم دلوقتي بيزود او بينقص من الديفليكشن بتاع الجالفانوميتر؟ دي حاجات كتير قوي، حاجات كتير قوي. مين اللي بيزود الديفليكشن بتاع البوينتر؟ مين اللي بينقص الديفليكشن؟ اللي بيزود الديفليكشن بينقص الديفليكشن؟ اللي بيزود الديفليكشن
ان ازود النمبر اوف تيرن، لو زودت النمبر اوف تيرن يبقى التورك هيزيد، يبقى الروتيشن هيزيد، او استخدم ليس ستيف سبرينج، سوسته ضعيفه، ما تبقى سوسته ضعيفه يعني اي كرنت يمشي الكويل يتكري قوي يلف قوي، الاوبز التورك بتاعها يبقى ضعيف، الاوبز التورك بتاعها يبقى ضعيف، فالكويل يدور انجل كبيره قوي والبوينت تتحرك مسافه كبيره قوي. لما تبقى سوسته ضعيفه، سوسته ضعيفه يبقى لما يخش كرنت في الكويل، الكويل يلف قوي والسوسته مش قادره، الاوبز التورك بتاعها قليل. يبقى اللي بيزاد خلي البوينت تتحرك على السكيل مسافه كبيره، انا ازود النمبر اوف تيرن، لما بزود النمبر اوف تيرن يبقى بزود التورك، بزود التورك، لما بزود التورك بزود الروتيشن، يبقى البوينت الكل هيدور دوران اكبر، عند الاكبر والبوينت هيدور مسافه اطول، او استخدم سوسته ضعيفه. طب مين اللي بينقص؟ مين اللي بينقص الميجرنج؟ اللي بينقص القرايه، بينقص القرايه ان اشيل الايرن كور واستبدله واحط بداله الومنيوم كور. لو اشيل ايرن كور اللي هو البريمنتي بتاعته عاليه واحط الومنيوم كور البريمنتي بتاعته واطي، بينما بيرسي واطي يبقى الفلكس قليل. التورك بتساوي بيان، لما الفلكس يقل التورك يقل، لما التورك يقل الدوران يقل، يبقى البوينتر دورانه اقل، يبقى هيقطع مسافه اقل على السكيل. او انقص الكرنت، لو نقصت الكرنت التورك هيقل، لما التورك هيقل يبقى الروتيشن هيقل، يبقى نفس الكلام برضه البوينتر هيتحرك مسافه اقل. اللي ملوش تاثير خالص، اللي ملوش تاثير خالص هو السكيل. السكيل اللي محطوط عليه ارقام ده ثابت، ملوش دعوه خالص باي من الموضوع، لا هيزود مسافه البوينتر ولا هينقص مسافه البوينتر. يبقى السكيل ده اللي هو مش هيأثر. يبقى كده خدنا الحاجات اللي بتزود حركه البوينتر، والحاجات اللي بتنقص حركه البوينتر، والحاجه اللي ما بتاثرش على البوينتر في حاجه، اللي ما بيأثرش على البوينتر في حاجه هو السكيل. شوز هنا اهو بنختار، بيقول لي هنا اهو الفلات ماجنت بول، الماجنت بول اللي هو على شكل فلات، لما الكول بيدور الماجنتيك فلوكس ديلستي حوالين الكويل بتبقى ثابته ولا متغيره؟ لو هو فلات بتبقى متغيره، بتبقى متغيره، لو هو كونكيف بتبقى ثابته. يبقى الفلات ماجنت بولز لما الكويل بيدور الماجنتيك فلوكس ديلستي حوالين الكويل بتبقى فاريز، فاريز يعني متغيره. بعد كده بيقول لي الكيرف، ايوه هو ليه بقى ليه تبقى متغيره صح؟ تخيل الرسمه اللي في الملزمه، في الملزمه رسمه لما كانوا فلات والكل بيلف، كان في مره الكويل يمر عليه سته فلكس لاين، بعد كده الكويل يلف يمر عليه اربعه فلكس لاين بس، بعد كده الكويل يلف يخش له فلكس لاين واحد. ده لما كان فلات، يبقى لما يبقى فلات يبقى عدد، افتكر الرسمه اللي في الملزمه، يبقى لما كان فلات يبقى عدد الفلكس لاين بتقول الكويل متغيره. طب لما يبقى بقى كونكيف، الحته اللي بعدها، لما يبقى كونكيف بيبقى الفلوكس لاين اللي خارجه بيربنديكولار على السيركل بتاعت الكونكيف، فبقى الكويل في اي لحظه داخل له فلوكس لاين واحد. افتكر الرسمه برضو، الرسمه لو معاك الملزم الشابتر طول فاتح دلوقتي على طول عند الحته بتاعت الجانرومتر هتلاقي الرسمه واضحه مرسومه. لما كان فلات كاتب لك بص هو فلات، الكويل دلوقتي قطعه سته فلوكس لاين، بقوا اربعه، بقوا واحد. الفلوكس لاين متغيره لما يبقى فلات، لكن لما يبقى كونكيف، لما يبقى كونكيف بتبقى الفلكس لاين اللي داخله الكويل في اي لحظه هو بيدور هو فلكس لاين واحد عددها ثابت، فبتبقى البي ثابته، فيبقى الاي بالبوزيشن مع السيكا. وده اللي بيقوله في الجمله الثانيه ان الكيرفت ماجنتيك بول سو السوفت اير ستاندرد بتخلي الفلكس على شكل ريديال ريديال ريديال، فيبقى كده هو الكويل بيدور، هو الكويل بيدور الفلكس اللي داخل له على طول فلكس ثابت، فلكس ثابت ما بيتغيرش في حاجه، فلكس ثابت، فيبقى السكيل على طول هيبقى يونيفورم. ممكن يبقى المزام بتاعت شابتر 2 تاني صفحه في الجلفرومتر، تاني صفحه في الجلفرومتر مرسومه الحاجات دي رسم جيد جدا، يوري ازاي الفلات بيبقى الفلاكس متغير وازاي كونكيف بيبقى الفلاكس ثابت. اكتبي عندي كده نص صغيره تبص عليها بعد الحصه. وانا افتكرتيها؟ افتكرت يعني مش قوي. طب اقول اكتبي عليها بس الصفحه الثانيه او الثالثه في الجلفرومتر، الصفحه الثانيه او الثالثه في الجلفرومتر، رسومات موضحه جدا، رسومات تفصيليه. ازاي هنا الفلكس ثابت، وازاي في الكونكيف الفلكس ثابت، وازاي في الفلات بيبقى الفلكس مش ثابت. وافتكر كويس ان يقول لك هنا عدى سته فلكس لاين، انا عدى اربعه فلكس لاين، اما بقى بدل عدى فلكس لاين واحد. يقول لي بعد كده التورك بيعتمد ولا لا يعتمد على الانجل اللي الكوير بيدورها. طبعا احنا خدنا ان برضه في نفس في الجلفرومتر برضه في الجلفرومتر كان على طول الكويل بتاعنا داخل له فلكس لاين واحد،
فعلى طول كان بلان الكويل، بلان الفلوكس، بلان الفلوكس، وكانت هنا الثيتا براينش على طول، الثيتا براينش على طول، فالتورك هنا كان اولويز ماكسيمم بيان. وده برضو موجود في الجالفانوميتر هذا الكلام، موجود في الجالفانوميتر هذا الكلام، ان على طول الكويل وهو بيدور داخل له فلوكس لاين واحد. الفلوكس لاين اللي داخله ده بلان للبلان بتاع الكويل. فتبقى على طول الثيتا 90، الثيتا 90، فيبقى التورك ماكس هو بيساوي بيان. يبقى التورك از اندبندنت على الانجل، التورك از اندبندنت على الانجل نفسها اللي بيدورها الكويل. عشان كده الفلوكس اللي بيدور بتاع الكويل في اي لحظه بيبقى يونيفورم، الفلوكس اللي بيدور بيكون في اي لحظه بيبقى يونيفورم، وانحراف البوينت في اي لحظه بيبقى والاخر يونيفورم. هنبص على الصفحتين ثلاثه اللي هم في الجلوريتر، شوف الكلام ده موجود واضح جدا. هنا بيقول لي واحنا بنعمل التجربه، واحنا بنعمل التجربه بتاعت الارن فيلينج في السيركل لوب، هو كتب الخطوات مش مترتبه، كتب الخطوات بتاعت التجربه مش مترتبه وعايزنا نرتبها، عايزنا نرتبها الخطوات اللي فوق دي مش مترتبه، عايزنا نرتبها بالعقل كده. انا هعمل تجربه السيركل لوب، يبقى اول خطوه هجيب واير، هجيب واير وهجيب كامبس نيدل وهجيب هارد بورد، هجيب سلك وهجيب كامبس نيدل وهجيب هارد بورد. الخطوه اللي بعدها الواير اللي جاي لعيبه ده هعمله تيرنز، هعمله تيرنز على الهارد بورد، على الهارد بورد. يبقى هو فوق كاتب لي خطوات التجربه مش مترتبه وعايزنا نرتبها له، هو كاتب لي بقى الخطوات، يبقى انا ملتزم بالاسلوب اللي هو كاتبها، بس هو كاتبها مش مترتبه، فانا هتصرف اكتبها تاني مترتبه. اول حاجه ان في عندي لسه واير، واير موجود وكمبس نيدل وهارد بورد، يبقى دي اول حاجه جبتهم خلاص. الواير ده لازم اعمله لوب، لازم اعمله تيرنس، يبقى الواير ده هلفه على الهارد بورد. هجهز الكامبس نيدل احطها جنب الكويل، احط الكامبس نيدل جنب الكويل، هلاقي النورث بول بتاعها متجه ناحيه النورث. بعد كده هوصل الكويل بالباور سبلاي، يعني هوصله بالباتري، هوصله بالباتري. هبص كده هبص الاقي الكامبس نيدل انحرفت، الاقي الكامبس نيدل انحرفت اتجاه معين. بعد كده هعكس الكونكشن، هعكس الكونكشن بتاع الباور سبلاي، هعكس الكونكشن بتاع الباتري، هعكس الكونكشن بتاع الباتري واوصل الباور سبلاي تاني، يعني هعكس الاطراف وارجع تاني اعمل سويتش اون، وارجع تاني اعمل سويتش اون، هلاقي الابره انحرفت في الاوبز دايركت. يبقى ده هو مديلي خطوات محدده وانا قعدت ارتبها 1 2 3 4 لغايه ما وصلنا لحاجه لست خطوات، 1 2 3 4 5 6. بعد كده بيقول لي تشوز الجالفانوميتر انليمتد تو يوز ويز، الجالفانوميتر انليمتد تو يوز ويز سمول كارنت، الجالفانوميتر بنستخدمه عشان نقيس بالسمول كارنت، الجالفانوميتر بنستخدمه عشان نقيس بالسمول كارنت. ايه السبب؟ ايه السبب؟ السبب ان السلك بتاعه فاين، فاين يعني سين، كلمه فاين يعني دقيق، دقيق يعني سين. السلك بتاعه از ميد اوف فاين، فاين واير، فاين واير يعني سين واير، فاين واير يعني سين واير. كمان الجالفانوميتر عشان يتحرك تمام لازم يكون له لو ماس، الماس بتاعته تبقى قليله، هختار هنا لو ماس، لو ماس، ماس وتبقى قليله، ماس قليله عشان يقدر يدور، عشان يقدر يدور، عشان احوله لاميتر، عشان احول الجالفانوميتر لاميتر هركب له شانت ريزيستنت، الشانت ريزيستنت دي بتوصل هختار انبلد، الشانت ريزيستنت هختار بتتوصل انبلد مع الجالفانوميتر، بتوصل انبلد مع الجالفانوميتر عشان في الحاله دي يبقى جهاز انيبل تو ميجر ماتش اوف ذا كارنت. Enable to measure much of the current عشان كده الجهاز يقدر يقيس current اكبر لانه بقى اميتر خلاص. بيقول لي عندنا السكيل، السكيل الانجل بتاع السكيل من زيرو، السكيل مترقم من زيرو لغايه 100 مايكرو امبير، السكيل مترقم من زيرو لغايه 100 مايكرو امبير. لو البوينتر انحرف عن الزيرو 18 ديجري يبقى سنسيتيفتي بتساوي ايه؟ يبقى سنسيتيفتي بتساوي ايه؟ السكيل مترقم من زيرو ب 100 مايكرو امبير، ل 100 مايكرو امبير. لو البوينتر انحرف من زيرو كان اخره 18 ديجري، يعني كالكرنت من زيرو ل 100 مايكرو امبير، وكانجل من زيرو ل 80 ديجري. البوينتر معمول كده، ده كده السكيل بتاعنا. السكيل مترقم من زيرو على الشمال لغايه 100 مايكرو امبير على اليمين، وكدرجات زيرو على الشمال وفي الاخر خالص على اليمين 18 ديجري. وعايز نجيب له سنسيتيفتي، معروف سنسيتيفتي سيت على اي، سيت على اي. ال 18 ديجري هتحصل اما يكون البوينتر عند ال 100 مايكرو. اما يكون البوينتر عند ال 100 مايكرو، السكيل مترقم من زيرو ل 100 مايكرو، ومترقم كانجل من زيرو لغايه 80 ديجري، من زيرو ديجري لغايه 80 ديجري، وعايز اجيب له سنسيتيفيتي. السنسيتيفيتي سيتا على اي، السيتا ب 80 والاي 100 مايكرو، يبقى او بوينت 80 ديجري بير مايكرو امبير، هنا ما تحولش عشان هو السنسيتيفيتي بالديجري على المايكرو امبير.
ديجري على مايكرو امبير. مساله بيقول لي جالفانوميتر الاسه بتاعته 2000 اوم واكبر كرنت يقيسه 1000 مايكرو امبير، عايزين نحوله لاميتر يقيس لغايه 5 امبير، على الكيبل سنتر ريزيستر قيمتها كام؟ تعود مباشر. اذا الاس على جي ار جي على اي ماينس ار جي، هنراعي بس ان ال 1000 مايكرو مايكرو بيحوله 10 باور نيجاتيف 6 2000 اوم زي ما هي، وبعدين اي ماينس اي جي الاي بي 5 امبير والاي جي 1000 مايكرو يبقى في 10 باور نيجاتيف 6. حسبنا ان الاس طلعت 0.4 اوم 0.4 اوم. بعد كده الجالفانوميتر بيقيس من زيرو لغايه 50 مايكرو امبير، من زيرو لغايه 50 مايكرو امبير. الريزستنس بتاعته 850 اوم، 850 اوم، يبقى انا افهم الجمله دي ان الجالفانوميتر ده الار جي بتاعته 850 اوم. واكثر كرنت بيقيسه 50 مايكرو يبقى ده الار جي. يبقى الار جي 50 مايكرو امبير، 50 مايكرو امبير ده اقصى حاجه 50 مايكرو امبير. والار جي 850 اوم. بيقول لي اركب الشارت ريزيستر قيمتها كام عشان يبقى اميتر يقيس لي اللي بيقيسه الاميتر مضروب في فاكتور 100. يعني الاميتر بيقيس لغايه 50 مايكرو امبير. يبقى اميتر يقيس قرايته تبقى مضروبه في فاكتور اوف 100. يعني هيقيس لغايه 50 في 100 يعني 5000 مايكرو امبير. ازاي احوله يبقى اميتر؟ يقيس لغايه 5000 مايكرو امبير. جبت منين ال 5000؟ ان الجالفانوميتر بيقيس لغايه 50 مايكرو، هيحوله الاميتر يقيس 100 مره، يقيس 100 مره 100 مره 100 مره 100 مره اللي بيقيسه الجالفانوميتر. الجالفانوميتر بيقيس 50، الاميتر هيقيس 100 مره ال 50، 100 مره ال 50 يعني 50 وجنبها صفرين يعني 5000 مايكرو امبير. يبقى انا فهمت دلوقتي ان الار جي 50 مايكرو والار جي 850 والاميتر هيقيس لغايه 5000 مايكرو امبير، 5000 مايكرو امبير، يعني بنعوض الى الاس اي جي ار جي على اي ماينس اي. الاي جي 50 مايكرو يبقى 50 في 10 ب 6 والاي جي 850 على الاي، الاي هيبقى 5000 في 10 ب 6 ماينس الاي جي 50 في 10 ب 6 الفاكتور اوف 100، فاكتور اوف 100 يعني ال 50 تبقى مضروبه في 100، تبقى مضروبه في 100 يعني الاميتر هيقرا 50% هيقرا 5000 مايكرو، وال 5000 المايكرو ما بيستعملهاش يبقى ضربها في 10 باور نيجاتيف 6. اروح حاسب الار اس. المساله اللي بعدها بيقول لي عندنا ستريت واير، عندنا ستريت واير ماشي في كرنت 100 امبير، ماشي في كرنت 100 امبير، ماشي في كرنت 100 امبير في نقطه على بعد بوينت 12 متر منه. قوه المجنيتيك فلكس عندها يبقى قد ايه؟ قوه المجنيتيك فلكس عند النقطه دي قد ايه؟ قوه المجنيتيك فلكس عند النقطه دي قد ايه؟ اقول له البي بتساوي ده ستريت واير ماشي في كرنت. يبقى سالت ستريت واير ماشي في كرنت. البي هتساوي 2 في 10 بوينت 7 اي على دي. 2 في 10 بوينت 7 الاي قايل لي الاي هنا اهو مديهولي الاي 100 امبير، 100 امبير والديستنس بوينت 12 متر، بوينت 12 100 امبير على بوينت 12 يبقى قوه المجنيتيك فلكس دينستي 1.67 تايم تي 4 تسلا. مساله مباشره. بيقول لي ستريت واير ماشي في كرنت 1 امبير في نقطه على بعد 18 ملم منه من هذا الواير، طبعا المليمتر هيحوله. فنشأ ماجنيتيك فلوكس قيمته 2.7 في 10 مونيك 4 تسلا. واللي يحسب الاي، يحسب الاي، يحسب لنا الاي. هنا دايركت كارنت اوف اي امبير، مش واحد امبير انا اسف، دي اي امبير، اي امبير مكتوبه اي امبير. يعني الاي ده مجهول، الاي هنا مجهول وعايزين الاي، عايزين الاي. اقول له البي ايكوال 2 في 10 مونيك 7 اي على دي. البي 2.7 في 10 مونيك 4 بيساوي 2 في 10 مونيك 7. وبعد كده الاي مجهول والمسافه 20 مللي ما بيشتغلش بالمللي يبقى في 10 باور نيجاتيف 3. نحسب الاي المجهوله، هحسب الاي المجهوله، هحسب الاي دي المجهوله دي تطلع 24.3 امبير. بيقول لي كرنت مقداره 3 امبير، كرنت مقداره 3 امبير ماشي في واير فالفلاش جنسي عند نقطه كلكبتها 5 في 10 6 تسلا. بيقول لي يبقى المسافه النقطه دي على بعد مسافه قد ايه؟ النقطه دي كانت على بعد مسافه قد ايه؟ برضه البي ايكوال 2 في 10 7 اي على دي، 2 في 10 بوينت 7 اي على دي، البي 5 في 10 بوينت 6 2 في 10 بوينت 7 الاي ب 3 والديستنس مجهوله. اروح حاسب الديستنس المجهوله تعويض مباشر، حاسب الديستنس المجهوله. رسمه زي دي حلوه قوي، رسمه زي دي كده
قال لك ادي رسم البول اللي صح، ادي رسمه اللي صح، واير ماشي لي كرنت، واير ماشي لي كرنت، الشكل المجنيتي فلكس يا ترى ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده. طبعا اخر اثنين دول غلط خالص، ما بيطلع بيهم اخر اثنين دول غلط خالص. انا رسم البول صح، انا معروف لما واير بيمشي فيه كرنت، لما واير بيمشي فيه كرنت بينسى حوله الماجنتيك فيلد، بينسى حوله ماجنتيك فيلد. الماجنتيك فيلد بيبقى عباره عن دواير زحمه قرب الواير وبتبعد عن بعضها بعيد عن الواير. ابص الاقي الرسمه دي مثلا الدواير قريبه من بعضها بعيد عن الواير، الدواير قريبه من بعضها بعيد عن الواير، يبقى دي عكس العكس اللي بيحصل، يبقى الرسمه دي غلط، الرسمه دي كده غلط. ابص هنا الاقي هنا الدوائر على مسافات متساويه، الدوائر هنا على مسافات متساويه، المسافه دي قد المسافه دي قد المسافه دي، يبقى الرسمه دي كمان غلط. ابص هنا ابص هنا المسافه دي اقصر من دي ودي اقصر من اللي قبلها، يبقى دي اطول حاجه ودي اقصر منها شويه ودي اقصر منها شويتين. اه يبقى الرسمه هي اللي صح، الرسمه هي اللي صح، ان الفراس بيبقى زحمه قرب الواير وبيبعد عن بعضه بعيد عن الواير، زحمه قرب الواير وبيبعد عن بعضه بعيد عن الواير، يبقى الرسمه دي هي اللي صح، ودول مش بتوع اي حاجه، دول استبعدهم على طول. دي ليه غلط؟ دي ليه غلط؟ عشان الدوائر بتبقى زحمه بعيد عن الواير، بالعكس الدوائر بتبقى زحمه قرب الواير. ودي ليه غلط؟ عشان الدوائر مسافتها متساويه، المسافات متساويه، وده غلط. المفروض الدوائر بتبقى قريبه من بعضها قرب الواير وتبعد عن بعضها بعيد عن الواير. المسافه دي صغيره، المسافه دي اكبر شويه، دي اكبر قوي اكتر واكتر. بعد كده مساله او سؤال بيقول لي الواير ده ماشي بالكرنت، الواير ده ماشي بالكرنت، فالفلاكس كان اتجاهه هو مع الساعه، الفلاكس كان اتجاهه مع الساعه، يبقى اتجاه الكرنت في الواير كان الكرنت طالع لفوق ولا نازل لتحت، كان الكرنت طالع لفوق ولا نازل لتحت، كان الكرنت طالع لفوق ولا نازل لتحت. اروح جاي بامبير رايت هاند رول، اخلي صوابعي الاربعه يمشوا مع الساعه، يمشوا مع الساعه، صوابعي يمشوا مع الساعه، صوابعي يمشوا مع الساعه، هبص الاقي الصمب باص لتحت، الاقي الصمب باص لتحت، يبقى اتجاه الكرنت تو ذا بوتوم، اتجاه الكرنت تو ذا بوتوم، اتجاه الكرنت تو ذا بوتوم لتحت، ماشي في الواير لتحت، ماشي في الواير كده لتحت. تاني اخلي صوابعي، اخلي صوابعي الاربعه، صوابعي الاربعه ماشيين مع الساعه، ابص على الصمب الاقي الصمب نازل لتحت، الصمب نازل لتحت، يبقى اتجاه الواير تو ذا بوتوم، تو ذا بوتوم. سؤال بيقول لي انهي جمله من دول اللي صح؟ في سيركل لوب، في سيركل لوب انهي ريليشن من الاربعه دول اللي صح؟ والله اللي انا اعرفه ان في سيركل لوب البي بتساوي ميو ان اي على تو ار، البي بتساوي ميو ان اي على تو ار، يبقى البي ده ريتل مع الان ومع الاي وينبرس مع الار، ده ريتل مع الان وده ريتل مع الاي وينبرس مع الار. هبص كده على الاربعه دول، على الاربعه دول، على الاربعه دول، هلاقي بي هي اللي صح، البي انفرس مع الار، البي انفرس مع الار، هلاقي دي الوحيده اللي صح، البي انفرس مع الار. اللي بعدها اللي بعدها بيقول لي عندنا الماجنتيك فلاكس دينسيتي، في عندنا ستريت واير على عند نقطه على بعد دي كان الفلاكس دينسيتي دي، بيقول لي يا ترى المسافه تبقى قد ايه؟ اللي عندها الفلاكس دينسيتي يبقى الدبل، في عندنا واير ستريت واير، ستريت واير على بعد دي كان الفلاكس دينسيتي دي، على بعد ديستانس دي كان الفلاكس دينسيتي دي، بيقول لي على بعد قد ايه؟ على بعد قد ايه الفلاكس دينسيتي از دبل، يبقى 2 بي. احنا خدنا البي بتساوي ميو اي على 2 باي دي، يبقى البي انفرس مع الدي، البي انفرس مع الدي، لما البي تزيد مرتين يبقى الديستنس تقل للنص، يبقى الديستنس تقل للنص، يبقى الديستنس الجديده الديستنس القديمه ديفايدد 2، ديفايدد 2، يبقى اختار سي، اختار سي. كمان مره كان في عندنا واير على بعد دي الفلاكس دينسي بي، عايزين احنا الفلاكس دينسي يبقى قيمته 2 بي، يبقى الديستنس تبقى قد ايه؟ البي انفرس مع الدي، البي ايكوال بيو اي على 2 باي دي، البي انفرس مع الدي، عشان البي يزيد الدبل يبقى لازم الديستانس تقل النص، تقل النص، يبقى الديستانس الجديده دي على 2. نبص لها كويس، نبص لها كويس. هنا برضه بيقول لي واير، واير على مسافه دي كان الفلاس دينسي بي 1، كان الفلاس دينسي بي 1، كان الفلاس دينسي بي 1. ايه اللي حصل بعد كده؟ هو نقرا بقى المساله كويس. وين ستريت واير اسكاري دايركت كارنت وش ريديوس ماجنتيك فيلد قيمته بي 1 عند البربنيكلر ديستال دي فروم الواير، اسيوم ان السيستم دازنت تشينج، وات از ذا ريليشن بتوين بي 1 اند ذا سترينث اوف ذا ماجنتيك فيلد بي 2 عند ديستال 3 دي. اه بيقول لي طيب الواير ده كان محطوط
وكان في نقطه على بعد دي منه، الفلاس عندها كان بي 1. طب لو الديستنس دي زودناها بقت 3 دي، لو الديستنس زودناها بدل ما هي دي خليناها 3 دي، الفراخ زيرش عندها بي 2 يحصل له ايه؟ الفراخ زيرش يحصل له ايه؟ يبقى عندنا واير على بعد دي منه كان ايه والفراخ زيرش بي 1. المسافه دي خليناها 3 دي، المسافه دي خليناها 3 دي، الفراخ زيرش اصبح بي 2. بيقول البي 2 ده يعني قد ايه من بي 1؟ البي 2 يعني قد ايه من بي 1؟ كده المسافه زادت 3 مرات، المسافه زادت 3 مرات، كانت دي اصبحت 3 دي، كانت دي اصبحت 3 دي، الديستنس زادت 3 مرات، واحنا البي انفرس مع الدي، الديستنس زادت 3 مرات، يبقى البي قلت التلت، يبقى البي قلت التلت، يبقى البي الجديده تلت البي القديمه، البي الجديده تلت البي القديمه. المسافه كانت دي اصبحت 3 دي، الفراش كان بي 1 اصبح بي 2. العلاقه بين بي 1 وبي 2 لما الديستنس زادت 3 مرات البي تقل 1 على 3، البي تقل التلت، البي تقل التلت، يبقى البي الجديده بقت تلت البي القديمه، البي الجديده بقت تلت البي القديمه، يبقى البي 2 ايكوال 1 على 3 بي 1. نبص لها كويس. مساله بيقول لي في عندنا واير على بعد 8 سم منه كانت المجنيه فلاكس قوته 9 في 10 بوريد 5. على بعد 8 سم كان الفلاكس قوته 9 في 10 بوريد 5. بيقول لي على مسافه 24 سم يبقى الفلاكس دنسي كام؟ يبقى الفلاكس دنسي كام؟ على بعد 8 سم كانت الفلاكس دنسي 9 في 10 بوريد 5 تسلا. طب بيقول لي على بعد 24 سم الفلاكس دنسي بقى قوته قد ايه؟ بقى قوته قد ايه؟ احنا كنا 8 سم بين 24 سم، كنا 8 سم بين 24 سم، يبقى كده البي احنا خدنا البي بيساوي يو اي على 2 باي دي، يعني البي انفرس مع الدي. طب كده الديستنس زادت 3 سم، 3 مرات الديستنس زادت 3 مرات، كنا 8 سم بين 24 سم، كنا 8 سم بين 24 سم، الديستنس زادت 3 مرات، يبقى البي تقل التلت تقل 1 على 20. طب كانت 9، كانت 9 هتقل 1 على 20، كانت 9 هتقل 1 على 3، يبقى البي الجديده هتقل 1 على 3، يبقى 1 على 3 في 9 في 10 من 5، يبقى 3 في 10 من 5 تسلا. خلصت المساله. الديستنس زادت 3 مرات، الديستنس زادت 3 مرات، يبقى البي تقل 3 مرات. طب البي كانت 9 في 10 من 5 تقل 3 مرات، يبقى ديفايدد 3، يبقى 3 في 10 باور 5، تبقى 3 في 10 باور نيجاتيف 5. نبص لها كويس. اما كانت 8 سم كان البي 9 في 10 من 5. لما تبقى المسافه 24 كده المسافه زادت من 8 سم ل 24 سم، زادت 3 مرات. من 8 ل 24 يبقى انكريس 3 تايمز. ايه اللي حصل في الريزنت؟ تقل 1 ثيرد، تقل 1 ثيرد. طب هي كانت 9 في 10 من 5 تقل 1 ثيرد، تبقى 3 في 10 باور نيجاتيف 5 تسلا. نبص لها كويس. أسئلة حلوة، الأسئلة دي مش وحشة. بنكمل. هنا سؤال لذيذ جدا، بيقول لي عندنا على بعد 9 سم، على بعد 9 سم كان الفراش جنسي قيمته 8 في 10 5 تسلا. على مسافة 9 سم كان الفراش جنسي قيمته 8 في 10 5 تسلا. بيقول على مسافه 24 على مسافه 3 سم، على مسافه 3 سم كان الفراش جنسي 24 في 10 5 تسلا. بيقول لي هل الكلام ده معناه ان الكرنت ثابت؟ هل ده معناه ان الكرنت ثابت؟ ده معناه ان الكرنت ثابت. اهي الدنسي كانت 9، الدستا كانت 9، المسافه دلوقتي بقى الدستا كانت 9، الفراش كان ايه؟ الفراش كان ايه؟ الديستنس بقت 3، يبقى كده الديستنس التسعة اصبحت 3، يبقى الديستنس قلت التلت، الديستنس قلت التلت. هل الفلوس دنسي زادت 3 مرات؟ كان 8 اصبح 24، كان 8 اصبح 24، يبقى كده اللي بيتغير بس البي والدي، البي والدي بس هم اللي بيتغيروا، يبقى الكرنت ثابت، يبقى الكرنت ثابت. كمان مره، لما كانت المسافه 9 سم كان البي 8، سيبك بقى من 10 باور 5 والكلام ده، كانت الديستنس 8. طيب الديستنس التسعة اصبحت 3، يبقى الديستنس كده قلت التلت، قلت التلت. هل الفلوس دي زادت 3 مرات؟ كان 8 بقى 24، كان 8 بقى 24، يبقى كده البي انفرس مع الدي، يبقى كله ثابت بعد كده، يبقى ده معناه ان الاي ثابت، ده معناه ان الكرنت ثابت. اختار الحته اللي فيها الكرنت كانت باي ذا واير ريمين ذا سيم، ان الكرنت ريمين ذا سيم، الكرنت ثابت. المسافه هنا اهو قلت التلت، فالفلوس دي زاد 3 مرات، المسافه قلت 1 ثيرد،
فالفلاش ديلتا انكريز 3 تايم، يبقى كده اللي بيتغير بس البي والدي، اللي بيتغير البي والدي، اللي بيتغير بس البي والدي يبقى الاي ثابت، يبقى الاي ثابت يبقى اختار الكرنت ريمين سيم، الكرنت ريمين سيم. جرافات بالشكل ده ودي اني رسمه في دول تمثل الريليشن بين البي والدي للستريت واير، البي والدي للستريت واير، البي والدي للستريت واير. احنا البي بتساوي بي اي على 2 باي دي، البي بتساوي بي اي على 2 باي دي، يبقى البي انفرس مع الدي، البي انفرسلي مع الدي، البي انفرسلي مع الدي. ادور على انهي واحد الجراف في الاربعه دول الفي انفرسلي هو الجراف ده، الجراف نمبر ايه، يبقى جراف نمبر ايه هو اللي صح. ده البي والدي للستريت واير، ده البي والدي للستريت واير، البي والدي للستريت واير. اللي بعده مساله بيقول لي ده جراف بيناقش الريليشن ما بين الفلاس جنسي والكرنت، الفلاس جنسي والكرنت، الفلاس جنسي والكرنت الخاص بالستريت واير، الخاص بالستريت واير. بيقول لي احسب الديستنس دي بكام، الديستنس دي بكام، عايز احسب له الديستنس دي بكام، احسب له الديستنس دي بكام. مفيش اي معلومات ثاني، يبقى كل المعلومات هجيبها من الرسم، هجيب المعلومات كلها من الرسم. بنقول اهو ده ستريت واير، في الستريت واير يبقى البي بتساوي 2 في 10 من 7 اي على بي. السلوب بتاعنا السلوب، السلوب اللي على الواي على اللي على الاكس، السلوب الواي على الاكس، يبقى السلوب بي على اي، السلوب بي على اي، بي على اي، بي على اي، ده بي على اي، هات الاي تحت كده، بي على اي ده 2 في 10 من 7 اوفر دي، 2 في 10 من 7 اوفر دي. كمان مره هنا السلوب اللي على الواي على اللي على الاكس، يبقى السلوب بي على اي، بي هات الاي من هنا تحت، يبقى بي على اي هيساوي 2 في 10 من 7 على دي، 2 في 10 من 7 على دي. طب السلوب نحسب السلوب، السلوب ممكن ناخد رقمين من هنا على الرقمين اللي تحتهم، وناخد بالنا ان في 10 بوينت 7 فوق، في 10 هو نيجاتيف 7 فوق، يبقى السلوب عندنا واي على اكس 10 ماينس 5، 10 ماينس 5، 10 ماينس 5 اقفل البراكت واضرب في 10 بوينت 7 على الرقمين اللي تحتهم 1 ماينس 0.5، 1 ماينس 0.5، 1 ماينس 0.5، ودي مفيش حاجه 1 ماينس 0.5، 1 ماينس 0.5، ده هيساوي 2 في 10 بوينت 7 على دي، ده يساوي 2 في 10 بوينت 7 على دي. كروس مالتيبيكيشن احسب له دي تطلع 0.2 متر اللي هي 20 سم. كمان مره السلوب، السلوب هو الواي على الاكس، يعني بي على اي، بي على اي، هات الاي هنا تحت، يبقى بي على اي بيساوي 2 في 10 بوينت 7 على دي. السلوب يعني دلتا واي على دلتا اكس، رقمين للواي على رقمين الاكس اللي تحتهم، ومع دراعي اللي فيه 10 بوينت 7 فوق، يبقى 10 ماينس 5 واقفل البراكت تايمز 10 ماينس 7 على 1 ماينس 0.5 على 1 ماينس 0.5، كل ده هيساوي السلوب اللي هو 2 في 10 ماينس 7 على دي. مفيش مجهول غير دي، كروس مالتيبيكيشن اجيب له دي. نبص لها كده كويس، نبص لها كويس، ال 10 ماينس 7 ديت عملتها عشان انا بدقق قوي وابص على فوق هنا الاقي ان كل رقم مضروب في 10 ماينس 7. نبص لها كويس. حاجات تذاكر كويس، لان هو دلوقتي التابلت ما بقاش له اي استخدام تاني خلاص، لان الامتحان هيبقى ورق، الامتحان شهور هيبقى ورق. طب ما هو كده يبقى التابلت ده اللي اتجاب ده ودفعت فيه فلوس الدوله مليارات، هيعملوا بيه ايه؟ مش هينفع يقول مش هنستعمله بقى، يبقى هيروح جايب بقى من يقول لك بقى عليه معلومات بنك معرفه من جيبها الامتحان وبتاع، فيبقى ايه يبقى برضه ايه هيضطر يجيب منه عشان يداري الخيبه اللي هو وقع نفسه فيها الوزير. فنذاكر الكلام ده كويس ونهتم بيه. وانا شايف اسئله كويسه، مش اللغه بتاعتها سيئه، اللغه سيئه يعني اللغه الانجليزي سيء بتاعها، لكن هي بصفه عامه اسئلتها مش وحشه. هنا سؤال بيقول لي عندنا اثنين واير، واير اسمه اكس واير اسمه واي، واير اسمه اكس واير اسمه واي، وده الريليشن بين البي والاي فيهم، البي والاي فيهم. بيقول لي انهي نقطه ابعد؟ نقطه يعني بيقول لي بيقول لي بيقول لي بيقول لي في نقطه اسمها بي، في نقطة اسمها بي، في نقطة اسمها بي. بيقول لي نقطة بي أقرب لمين فيهم أو أبعد عن مين فيهم؟ أبعد عن مين فيهم؟ في نقطة اسمها بي على بعد ديستانس دي منهم. بيقول نقطة بي ديك أقرب لمين أو أبعد من مين؟ واير اسمه إكس ماشي في كرنت، واير اسمه واي ماشي في كرنت. هنقول نفس الكرنت، هنقول نفس الكرنت، هنقول نفس الكرنت، هنقول نفس الكرنت، هنقول نفس الكرنت. يبقى بي إكس أكبر من بي واي، يبقى دي اكس اعلى من بي واي. يبقى نقطه بي ديت اقرب لمين منهم؟ اقرب لمين منهم؟ نعملها ازاي؟ اول ما اشوف الرسمه اقول السلوب، اول ما اشوف الرسمه اقول السلوب. السلوب هنا السلوب واي على اكس، السلوب واي
على اكس، الستوب واي على اكس، الستوب واي على اكس، هي اختيارات. فانا اختار الاولى، اختار الاولى ان النقطه بي قريبه من الواير اكس عن الواير واي، النقطه بي قريبه للواير اكس عن الواير واي، بس ليه؟ هنشوف بقى ليه. هنشوف ليه؟ بيكوز البي بتساوي تو ستيمولي تساوي الاي على بي. السلوب هنا اللي على الواي على الـ على الاكس، السلوب بي على اي، السلوب بي على اي، السلوب بي على اي، هات الاي تحت. يبقى السلوب هنا هو 2 في 10 ريز 7 على دي. يبقى السلوب انفرس مع دي كده، السلوب بقى انفرس مع دي، السلوب انفرس مع دي. طب السلوب بتاع اكس، وين اكس هو الاعلى؟ السلوب اكس اعلى من السلوب واي، السلوب اكس اعلى من السلوب واي، السلوب اكس اعلى من السلوب واي، السلوب اكس اكبر من السلوب واي. يبقى دي بتاعت النقطه اكس اقل من دي بتاعت النقطه واي. يبقى النقطه دي اللي احنا بنتكلم عليها دي على بعد اكس، منها البي دي اقرب للواير اكس، اقرب للواير اكس، اقرب للواير اكس. كان ممكن اعملها بطريقه ثانيه خالص، اعملها بطريقه ثانيه خالص، اقول والله لو الواير اكس واي مشيت فيهم نفس الكرنت، مشيت فيهم نفس الكرنت، ده الاي اهو، مشيت فيهم نفس الكرنت، هبص الاقي البي بتاع الواير اكس اعلى من البي بتاع الواير واي. يبقى نقطه بي عندها فلكس اكبر، فلكس اكبر، فلكس اكبر، يبقى هي الاقرب، يبقى هي اقرب للواير اكس، ما دام الفلكس عندها اكبر يبقى هي الاقرب. قول اه التواير ماشي ونفس الكرنت، ماشي ونفس الكرنت، ماشي ونفس الكرنت. ده البي بتاع اكس اعلى من البي بتاع الواي عند النقطه بي، البي بتاع اكس اعلى من النقطه، اعلى من البي بتاع الواي. يبقى نقطه بي ديت قريبه من الواير اكس اكتر، لما تبقى النقطه قريبه من الواير اكس اكتر يبقى الفلوس عندها اعلى. او نجيبها برياضه زي ما احنا عملنا كده دلوقتي. مساله بيقول لي سيركل الكويل. سيركل الكويل يعني سيركل لوب، الريديوس بتاعه 5.3 سنتي، ماشي في كرنت 2.8 امبير، مكون من 41 تيرن. بيقول لي هنا احسب قوه الاسترينس بتاع الماجنتيك فيلد. يوصف بكلمه الاسترينس بتاع الماجنتيك فيلد يعني البي، يعني الفلاس جيلس. الاسترينس بتاع الماجنتيك فيلد يقصد بيه الفلاس جيلس يعني البي. عايزين نجيب البي بكام؟ البي بتساوي ميو ان اي على 2 ار، البي للسيركل لوب، ميو ان اي على 2 ار، الميو 4 باي في 10 مينوس 7، وعدد التيرن، عدد التيرن عدد تاني 41 تيرن. بعد كده الكرنت 2.8 امبير 2 والراديوس 5.3 سنتي، بنحولها لمتر، يبقى في 10 مينوس 2 يبقى حسبنا البي تعويض مباشر، تعويض مباشر. مسألة تانية بيقول لي سيركل لوب ماشي فيها كرنت 2.8 امبير، ماشي فيها كرنت 2.8 امبير، الراديوس 21 مللي، الراديوس 21 مللي متر. بيقول لي بعد كده هو اما يقول لي سيركل لوب، كلمه لوب تعني ان ب 1، سيركل لوب 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 يعني الان ب 1 على طول، اول ما شوف كلمه لوب يبقى الان ب 1. عايزني اجيب له الاسترنس بتاع الماجنتيك فلاس جيرس، عايزني اجيب له البي. البي بتساوي ميو ان اي على 2 ار، الميو 4 باي في 10 مللي 7، وبعد كده اللوب يبقى الان ب 1، والاي قايل لي ب 0.8، الاي قايل لي 0.8 امبير على 2، الراديوس، الراديوس 21 مللي، ما بنشتغلش بالملي، يبقى 21 في 10 مللي 3 يبقى حسبنا البي فلاس جيرس. مسألة بعدها بيقول لي عندنا سيركل كويل، سيركل الكويل الريديوس بتاعه 16 مللي، 16 مللي متر، له عدد ان تيرن مجهوله، ماشي في كرنت 31 امبير، السترينس بتاع الماجنتيك فيلد اللي هو البي 1.5 في 10 مللي 4 تسلا. يقول لي يا ترى النمبر اوف تيرن بكام؟ النمبر اوف تيرن بكام؟ النمبر اوف تيرن بكام؟ يلاقي لي سيركل كويل مش سيركل لوب، سيركل لوب يبقى هي ان بواحد على طول، سيركل كويل بيبقى فيه نمبر اوف تيرن. اعوض البي 1.5 في 10 مللي 4 تسلا هتساوي ميو 4 باي في 10 مللي 7، الان عايزينها، والاي 0.31 على 2 والراديا 16 مللي، مش عارف بالملي، يبقى 16 تايمز 10 مللي 3، احسب الان تطلع 12.327 يعني حوالي 12 في 10. مساله بيقول لي سيركل لوب، اول ما يقول لي لوب يبقى الان بواحد، سيركل لوب يبقى الان بواحد، يبقى الان بواحد، ان بواحد، الراديا 7.3 سنتيمتر، الراديا 7.3 سنتيمتر، ماشي فيها كرنت مجهول اي، ماشي فيها كرنت مجهول اي، الفلاس جنسي كان 4.9 في 10 مونيتيف 6 بقى في 10 مونيتيف 5 عند السنتر. بيقول لي احسب الكرنت اي بكام، احسب الكرنت اي بكام، الكرنت اي بكام؟ اقول له البي ايكوال ميو ان اي على 2 ار، البي 4.9 في 10 مونيتيف 5 والميو 4 باي في 10 مونيتيف 7، الان عشان هي لوب يبقى ب 1، والاي ده مجهول، الاي ده مجهول على 2 الريدياس، الريدياس 7.3 سنتيمتر في 10 مونيتيف 2، يبقى اجيب الاي تطلع 5.7 امبير. سيركل لوب، اول ما شوف كلمه لوب، لوب يبقى الان بواحد، يبقى الان بواحد،
الراديوس بتاعها كان ار مليمتر مجهول، الراديوس اللوب كان مجهول ار مليمتر، كاري كارنت 2.6 امبير، الفلاش جيلسي كان 1.9 في 10 4 تسلا. يقول لي احسب الراديوس ار بكام، احسب الار بكام. اقول والله البي ميو ان اي على 2 ار، البي 1.9 في 10 4 ميو 4 باي في 10 7 الان بواحد، والاي 2.6 على 2 راديوس ار سمول مجهول. من هنا كنت شويه رياضه احسب الار سمول تطلع 8.6 تايمز 10 متر. مساله سيركل لوب ال ان بواحد، سيركل لوب ال ان بواحد، سيركل لوب بالشكل ده كان الكرنت فيها ماشي في الاتجاه ده، الكرنت كان ماشي في عكس الساعه، الكرنت او ماشي اهو في السيركل لوب ده عكس الساعه، فعكس الساعه بيقول لي هنا الدايركشن بتاع الدوره، جبت كامبس نيدل حطيته عند السنتر، الابره هتروح فين؟ احفظ بقى واحفظ احفظ احفظ من ايام اورستيد، على طول الابره اتجاهها هو اتجاه الماجنتيك فلوكس، اتجاه الابره هو اتجاه الماجنتيك فلوكس، اتجاه ابره النيدل الكامبس نيدل الابره بتاعتها اتجاهها هو اتجاه الماجنتيك فلوكس. هو بيقول لي الكرنت ماشي بالشكل ده رسمه لي كان زي ما شافه عكس الساعه، ولو انا حطيت ابره عند النقطه كيو دي عند السنتر هنا، الابره دي هتبص ناحيه فين؟ يا ترى هتبص بالبنديكل على البيج ولا اوت البيج، ولا هتبص لفوق ولا هتبص لتحت؟ قول لي هتبص الابره على فين؟ هروح انا جايب ايدي، هروح جاي انا جايب ايدي اهو، ده سهم الكرنت، ده سهم الكرنت، ده كده سهم الكرنت، سهم الكرنت. بس ثواني هرقف التسجيل دي واحده عشان بس احط الشاحن. ايوه ماني بتقول ايه؟ بقول عايز الحته دي تاني. تاني بقول انا فين اهو، الكرنت ماشي عكس الساعه، السهم اهو طالع ونازل كده، وفي ابره محطوطه عند السنتر، كامبس نيدل محطوطه عند السنتر. بيقول لي الكامبس نيدل هتبص على فين؟ نحفظ ان الكامبس نيدل اتجاهه اتجاه الفلوكس، الابره اللي هي اصلا باصه ناحيه النورث بول لما تتحط في وسط ماجنتيك فيلد اولويز تبص ناحيه الفلوكس، عايز اشوف الفلوكس رايح على فين، الفلوكس رايح على فين، هاجي اعملها بامبير رايت هاند رول، امبير رايت هاند رول، هحط صباعي الصمب، الصمب هنحطه مع الكرنت ده مع اتجاه الكرنت ده، الصمب مع الكرنت ده، باقي صوابعي هلاقيها جايه ناحيه صدري، الاربع صوابع لهم جايين ناحيه صدري، يبقى الفلاكس جاي عليا، يبقى الفلاكس خارج بالبنديكلر اوت البيج، الفلاكس خارج بالبنديكلر اوت السكرين. كمان مره هظبط ايدي الاول امبير رايت هاند رول بره كده، اظبط ايدي وبعد كده اجي بصباعي الصمب احطه على سهم الكرنت ده، هبص على الاربع صوابع الباقيين هلاقيهم داخلين على صدري جايين عليا، يبقى الفراكس كده خارج بره الصفحه بيربنديكولار اوت سكرين، يبقى الابره اتجاهها بيربنديكولار اوت سكرين، بيربنديكولار اوت سكرين. او ناخدها بطريقه ثانيه، هنا الكرنت عكس الساعه، لو هعملها بالكرو كويس عكس الساعه يبقى ناحيتي نورث تمام وورا ساوث، الفلوكس بيمشي جوه من الساوث للنورث، يبقى الفلوكس داخل على صدري، يبقى الابره هتبص على صدري. ولما بيبقى خارج، لما بيبقى هو لما خارج مش بيبقى ساوث، لما بيبقى خارج لما بيبقى دلوقتي هيبقى دلوقتي احنا عكس الساعه، يبقى ناحيتي انا هنا ايوه انا خلاص فهمت قاعد نورث وورا ساوث، الفلوكس جوه بيمشي من الساوث للنورث، يبقى الفلوكس جاي من جوه على عليا على بره جاي على صدري، يبقى الابره تبص على صدري، يبقى الاتجاه اللي هتاخده الابره بيربنديكولار اوت للسكرين او بيربنديكولار اوت البيج. وصلت؟ تمام. اني اسهل امبير ولا رايت هاند سكرول؟ رايت هاند كرو كويس، اني اسهل امبير ولا كرو كويس؟ هو انا بعملها باللي هي على اليمين اكسات وعلى الشمال نقط. ماشي اوكي، بس هو هنا ما فيش يمين وشمال، ده في ورا وقدام، انا بعكس البتاع كده، ما يجراش حاجه اعمليها زي ما تعمليها، المهم في النهايه الفراش داخل على بقنا داخل على وشنا، تمام، يبقى الابره باصه على وشنا، انا بعملها كده لان كده الفراش بيانو ده عكس الساعه، يبقى ناحيتها انا نورث والظهر ورا ظهر اللابتوب ساوث، الفراش جوه بيمشي من الساوث للنورث، يبقى الفراش جاي داخل عليا، يبقى الابره داخله عليا، يبقى الاتجاه بالبنديكلر اوت سكرين. انا يعني بقى مديني اربع اوضاع، مديني اربع اوضاع اختار انا انهي وضع
هختار اللي هو اوت سكرين اوت سكرين اوت، ركز بقى بالرسومات دي، اوت سكرين اوت سكرين، هختار اوت سكرين اوت سكرين والسكرول دي بقى اللي هي اللي هي شاشه اللابتوب، الشاشه مش انا فاتح اللابتوب وقاعد. هي بالنسبه لي هي دي كده، دي كده هو شاشه اللابتوب. تمام. النورس ده قدامي اللي هي الحيز اللي ما بيني وما بين الشاشه، والساوز الظهر ظهر الشاشه. ايوه صح. وفراس جاي لي من ظهر الشاشه لناحيتي. ايوه تمام. طيب اوكي. يبقى انا يهمني بس كلمه اوت سكرين. رسمه ثانيه، رسمه ثانيه بيقول لي الكرنت ماشي بالشكل ده، الكرنت كده ماشي مع الساعه. الكرنت ماشي مع الساعه، الكرنت ماشي مع الساعه. يبقى اتجاه الفلوكس على فين؟ اتجاه الفلوكس على فين؟ اتجاه الفلوكس على فين؟ اتجاه الفلوكس على فين؟ ممكن اعملها بامبير. صباعي الصمب والاربع صوابع. هروح جاي هخلي الصمب ماشي كده اهو، الصمب ماشي مع الكرنت. ده الصمب ماشي مع الكرنت ده. هلاقي الاربع صوابع بتوعي داخلين على جوه. داخلين على ظهر على على ورا الشاشه، رايحين على ورا الشاشه. يبقى بالبنديكلر انتو ذا سكرين، بالبنديكلر انتو ذا سكرين. او لو نعملها كده مع الساعه. نعملها مع الساعه يبقى ناحيتي انا ساوث. وظهر اللابتوب نورث. والفلاكس بيمشي من الساوث للنورث، يبقى الفلاكس داخل على السكرين. يبقى بالبنديكلر انتو السكرين. كمان مره كده الكرنت ماشي مع الساعه. ساعه ساوث. يبقى ناحيتي انا في ساوث. ظهر اللابتوب ورا خالص، ورا خالص، ظهر اللابتوب ورا خالص، يبقى في نورث. الفلوكس جوه بيمشي من الساوث للنورث. يبقى الفلوكس داخل على الشاشه. بيربنديكلر انتو ذا سكرين، بيربنديكلر انتو ذا سكرين. ادور على فين بيربنديكلر انتو ذا سكرين، انتو ذا سكرين، الاقيها دي، انتو ذا سكرين، انتو ذا سكرين. هي المفروض بيربنديكلر انتو ذا سكرين، بيربنديكلر انتو ذا سكرين. اداني سؤال. قال لي كان عندنا فلوكس سيركل لوب الريدز بتاعه 60 مللي ماشي بكرنت اي مجهول، فالفلوكس بتاعه كان بي 1. بيقول لي بعد كده سيركل لوب ثاني الريدز بتاعه بدل ما هو 60 سم 80 بدل ما هو الريدز بتاعه 60 مللي 80 مللي ماشي بنفس الكرنت اي، نفس الكرنت اي. بيقول لي الفلوكس ديفت بتاعته تبقى بي 2 بكام؟ تبقى البي 2 بكام؟ يبقى عندنا اثنين سيركل لوب، واحد الريدس بتاعه 60 مللي، واحد الريدس بتاعه 80 مللي. ماشيوا بنفس الكرنت. السيركل لوب الاولاني عند السنتر بتاع الفلوس انت بي 1. السيركل لوب الثاني الفلوس انت عند السنتر بي 2. قول ايه العلاقه بين بي 1 وبي 2؟ بي 1 وبي 2 عند ثبوت الكرنت، الكرنت ثابت. الكرنت ثابت، ما دام قال لي لوب يبقى الان بواحد. ما دام قال لي لوب يبقى الان بواحد، يبقى نتغير بس هنا البي مع الريدس. البي مع الريدس، البي ميو ان اي على طول، الان بواحد والكرنت ثابت. يبقى البي انفيرس مع الار، البي انفيرس مع الار، يبقى بي 1 على بي 2 ار 2 على ار 1، بي 1 على بي 2 ار 2 على ار 1. طب الار 2 كان 80 مللي والار 1 كان 60 مللي، يبقى ار 2 على ار 1 4 على 3، ار 2 على ار 1 4 على 3. هو بيقول لي البي 2 مالها بالبي 1؟ حته رياضه، هجيب البي 2 هنا وال 4 على 3 دي الناحيه الثانيه وتتشال تبقى 3 على 4. يبقى البي 2 بقى 3 على 4 بي 1، البي 2 3 على 4 بي 1. البي كان يو ان اي على طول، قايل لي لوب يبقى الان بواحد. والاي اي ريز سيم، يبقى البي انفيرس مع الار، يبقى بي 1 على بي 2 ار 2 على ار 1 عشان ده انفيرس. الار 2 كان 80 مللي والار 1 كان 60 مللي، 80 مللي مع 60 مللي هختصره بيطلع 4 على 3. يبقى بي 1 على بي 2 4 على 3، يعني البي 2 كم مره بي 1؟ يبقى البي 2 هجيبها لوحدها الناحيه دي، وال 4 على 3 هوديها الناحيه دي مع البي 1 واشقلبها. يبقى البي 2 3 على 4 بي 1. نبص لها كويس. اللي بيتغير هنا فقط الريدياس مع البي. الكرنت ثابت، هو قال لي سيركل لوب يعني اللوب 1 اللي ان ب 1. بنكمل. بيقول عندنا هنا السيركل الكويل الريد بتاعه ار عدد لفاته ان تيرن الفازنس عند السنتر 4.7 في 10⁴ تسلا. ايه اللي حصل بعد كده؟ ايه اللي حصل بعد كده؟ جبنا سيركل الكويل تاني عدد لفاته 2 ان ومشينا فيه نفس الكرنت ورحنا رابطينه في السيركل اللوب الاولاني. كمان مره سيركل الكويل راديوس ار وعدد لفاته ان الفلوس دنسي عند السنتر بتاعه 4.7 في 10⁴ تسلا. عندنا واحد تاني سيركل الكويل تاني عدد لفاته 2 ان 2 ان ماشي في نفس الكرنت بتاع الاولاني
واحنا الشركه الكويل الثاني لحمناه في الاولاني، لحمناه في الاولاني. بيقول لي الفلاكس جينس الجديد يبقى كام؟ الفلاكس جينس الجديد يبقى كام؟ هو لما كان ان كان الفلاكس جينس 4.7 في 3.4، هضيف له سيركل الكويل الثاني عدد لفاته 2 ان، يبقى كده عدد اللفات قد ايه؟ عدد اللفات النمبر اوف سيركل كان ان، زودت له كمان 2 ان يعني بقى 3 ان، 3 ان. الكرنت هو هو، هي اللي الكرنت هو هو، الكرنت هو هو والريديوس هو هو، الكرنت هو هو والريديوس هو هو، ايه اللي الكرنت هو هو والريديوس ما اتغيرش، الاثنين دول ثابتين. بيقول لي في الحاله دي البي 2 تبقى بكام؟ فانا بص كده كده البي ايكوال ميو ان اي على تو ار، الاي ثابت والار ثابت، الاي ثابت والار ثابت، يبقى البي دايركتلي مع الان. طب كده الان زادت ثلاث مرات، الان زادت ثلاث مرات يبقى البي زادت ثلاث مرات، البي زادت ثلاث مرات. طب البي القديمه كانت 4.7 214، يبقى البي الجديده 3 تايمز 4.7 في 10 باور نيجاتيف 4، يبقى البي الجديده هضربها في 3، هضربها في 3، البي دايركت مع الان، الان زادت ثلاث مرات، يبقى البي هتزيد ثلاث مرات. طب البي كانت 4.7 في 10 باور نيجاتيف 4، يبقى هضربها في ثلاث مرات، يبقى هضربها في 3، هضربها في 3. ايد الاي ثابت وايد الار ثابت، وفقط السيركل كويل الاولاني عدد لفاته ان، ضفت له السيركل كويل الثاني عدد لفاته 2 ان، يعني بقى عدد اللفات كلها 3 ان. لما كان ان كان الفلاس جنسي عنده مدولي 4.7 في 10 باور نيجاتيف 4، لما بقى 3 ان يبقى الفلاس جنسي قد ايه؟ الان زادت ثلاث مرات، يبقى البي زيد ثلاث مرات، يبقى البي الجديده 2 ثلاث مرات القديمه 3 تايمز 4 في 10 باور نيجاتيف 7، في 10 باور نيجاتيف 4 يبقى 1.4 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 تسلا. نبص لها كويس، مجرد اثنين كويل لحمناهم في بعض، اثنين كويل لحمناهم في بعض، حافظنا على الريديوس وحافظنا على الكرنت بدون تغيير، الريديوس زي ما هو والكرنت ما بيتغيرش، اللي زاد بس الان، بدل ما كانت ان زودنا عليها كمان 2 ان بقت 3 ان. بنكمل. بيقول لي عندنا السيركل الكويل، عندنا السيركل الكويل. الريس بتاعه 1.7 سنتيمتر وعلى لفاته 22 لفه. مشينا في كلام 420 مللي امبير، 420 مللي امبير. قوه المجنتيك فلوكس عند السنتر كان اسمها بي تي، كان اسمها بي توتال. ايه اللي حصل بعد كده؟ الكويل ده جبناه وعدنا تشكيله تاني وشلنا منه 9 لفات. يعني ال 22 تيرن اصبحوا 9 تيرن. الكويل دوت اللي كان عدد لفاته 22 لفه اصبحت لفاته شلنا منها 9 لفات، شلنا منها 9 لفات، شلنا منها 9 لفات. حافظنا على الريدر زي ما هو والكلام زي ما هو، عايزين نعرف البي حافظنا على الريدر زي ما هو والبي توتال عند السنتر زي ما هو. بيقول لي يبقى الكلام الجديد كام؟ الكلام الجديد كام؟ سيركل كويل الريدر بتاعه كان 1.7 سنتيمتر على لفاته 22 تيرن ماشي في كلام 720 مللي امبير. خدنا السيركل الكويل ده نقصنا لفاته 9 لفات، لما نقصنا لفاته 9 لفات من 22 لفه بقى اللفات اللي باقيه 13 لفه، 13 لفه. حافظنا على الريدر زي ما هو والبي عند السنتر عايزينها زي ما هي، يبقى الكرنت اللي دخله له يبقى قد ايه؟ الكرنت اللي دخله يبقى قد ايه؟ الكرنت اللي دخله يبقى قد ايه؟ الكرنت اللي دخله يبقى قد ايه؟ اروح انا جاي كده قايل هنا هو البي قايل لك زي ما هي، قايل لك البي زي ما هي، البي زي ما هي، البي في الحاله الاولى هي البي في الحاله الثانيه، البي في الحاله الاولى ميو ان اي على تو ار، ميو ان اي على تو ار، الميو 4 باي 7 والان كان 220 دفه والاي كان 0.42 كان 420 ملي امبير يعني 0.42 امبير على تو. الريدس كان 1.7 سنتيمتر في 10 باي 2، ده البي في الحاله الاولى. في الحاله الثانيه هي نفس البي، هي نفس البي، عشان كده البي ده قد البي ده، يبقى ميو ان اي على تو ار 4 في 4 باي 7. الان هنا بدل ما كانت 22 ناقصناها 9 بقت 13، وبعدين الاي مجهول، الاي مجهول على تو ريدس زي ما هو 1.7 في 10 باي 2، اروح حاسب الاي يطلع الاي 1.2 تايمز 10 باور 3 عشان احولها لملي، يبقى 1203 ملي امبير. يبقى كمان مره البي هو هو، البي هو هو، البي هو هو، الان كان 22 لفه ناقصناه ب 9 لفات بقوا 13، الريديوس زي ما هو بس الكرنت اتغير، الكرنت اتغير. عايزين نعرف الكرنت الجديد كام؟ الكرنت في الحاله الاولى كان 420 مللي يعني 0.42 امبير. عايزين نعرف الكرنت في الحاله الجديده يبقى كام؟ الكرنت في الحاله الجديده يبقى كام؟ هساوي البي مع البي، هو يجي البي كونستنت، البي كونستنت. البي في الحاله الاولى كان اسمها بي توتال، في الحاله الثانيه برضه بي توتال. عدد اللفات قل من 22 لفه ناقص 9 لفات يعني بقى 13 لفه. الكرنت كان 420 مللي امبير، يا ترى الكرنت الجديد يبقى كام؟ يا ترى الكرنت الجديد
يبقى كام؟ البي ما دام البي كونستانت يبقى البي قد البي، يبقى البي هنا قد البي، يبقى ميو ان اي على 2 ار هي ميو ان اي على 2 ار. الان كانت 22 بقت 13، الاي كان 0.42 بقى اي مجهوله، ورجع زي ما هو، اروح حاسب الاي. انا كده حسبتها بالامبير، اضربها في 10^3 عشان تبقى بالملي امبير. مساله بيقول لي ده سولونويد، سولونويد طوله ال على لفاته ان، ماشي في كرنت اي، بيقول لي انهي علاقه من دول اللي صح، انهي علاقه اللي صح؟ احنا خدنا البي ايكوال ميو ان اي على ال، ميو ان اي على ال، البي بيساوي ميو ان اي على ال، انهي علاقه اللي صح؟ يبقى العلاقه رقم دي، البي دارت لي مع الان، ودارت لي مع الاي، وانفرس مع ال، وانفرس مع ال، البي دارت لي مع الان، ودارت لي مع الاي، وانفرس مع ال. بعد كده عندنا سولونويد، سولونويد طوله 5.3 سنتيمتر، على لفاته 80 تيرن، ماشي في كرنت 3.1 امبير. عايزني احسب له قوه المجنيتيك فيلد عند الاكس، احسب له قوه المجنيتيك فيلد عند الاكس بتاع السولونويد، هي عند الاكس بتاع السولونويد، الاكس بتاع السولونويد، البي بتساوي السولونويد ميو ان اي على ال، ميو ان اي على ال، يبقى 4 باي في 10^7، والان ب 80 تيرن، والاي ب 3.1، والراديا ال 5.3 سنتي في 10^2، نحسب البي تطلع 5.87 تايمز 10^3 تسلا. مساله ثانيه بيقول لي عندنا واير ماشي في كرنت 1.5 امبير، عملناه سولونويد اللينس بتاعه 240 مللي، قوه المجنيتيك في الاكس عندي الاكس كانت 5.3 10^4، احسب النمبر اوف تيرن، عايزين نحسب له النمبر اوف تيرن بتاعه مباشر. البي ايكوال ميو ان اي على ال، ميو ان اي على ال، البي عندنا 5.3 10^4، الميو 4 باي في 10^7، الان عايزينها على اللفات عايزينها، والاي 1.5 امبير على ال التول بتاعنا، التول كان 240 مللي متر، 240 مللي او شايف بالملي، يبقى 240 تايمز 10^3، حسبنا الان تطلع 67 تيرن. مسائل تعويض مباشر، سولونويد كان مكون من 29 تيرن، يبقى على لفات 29، اللينس بتاع السولونويد كان 16 مللي متر، الفلوس لينس عند الاكس كان 4.4 تسلا، واللي يحسب الكرنت قد ايه؟ يحسب الكرنت قد ايه؟ البي بتساوي ميو ان اي على ال، ميو ان اي على ال، البي 4 في 10 بقى نيجاتيف 4، الميو 4 باي في 10^7، الان 29 تيرن، الاي مجهول، والال 16 مللي او شغال بالملي، يبقى 16 في 10^3، نحسب الاي يطلع 0.18 امبير. سؤال احنا رقم 60، نمره 60، بيقول لي عندنا سولونويد، عندنا واير، عملناه سولونويد عايز لفاته ان، بير ملي متر، يعني المسافه هنا او الطول هنا 1 ملي متر، 1 ملي متر، مشينا في كرنت اي، فكان الفلوس انت عند الاكس بتاعه بي، الفلوس انت بتاعه عند الاكس كان بي. بيقول لي ازاي ازود المجنيتي فلوس عند السنتر؟ ازاي ازود المجنيتي فلوس عند السنتر؟ ازاي ازود المجنيتي فلوس عند السنتر؟ اختار ازود المجنيتي فلوس عند السنتر ان ازود عدد اللفات، ازود عدد اللفات، ازود عدد اللفات باليونت لينس، ازود عدد اللفات باليونت لينس، يبقى اختار بي، اختار بي، كان شوز. ازاي ازود؟ ازاي ازود المجنيتي فلوس عند الاكس؟ ازاي ازود المجنيتي فلوس؟ هزود المجنيت فلاكس ده السولونويد ميو ان اي على ال، من ضمنها الميو دايركت مع ال، هلاقي ان لو بزود عدد اللفات فعلا او بزود اللفات يبقى دي هلسي، يبقى اختار دي. مساله السولونويد بيقول لي عندنا السولونويد ايوه اه اول استوديو اللي قبليها دي اول اختيار ما ينفعش اول اختيار بيقول لك اول اختيار انا هنقص لينس السولونويد أرقص بإني أشيل لفات. أه. يبقى أنا هرقص اللينس، هرقص اللفات. هيتغيروا بعض. يعني لو اللينس نقص الربع. يبقى اللفات هتنقص الربع. يبقى ربع فوق وربع تحت هيتشدوا. أه. يبقى مش هينفع الأولاني. تمام. صح ولا إيه؟ أه. بص كويس. يعني انا لما قال لي اللينس السوداء لو قللت هيأثر على الترم هيأثر لي على اللفات صح؟ اه قللت اللينس الربع بس انا ممكن مثلا قللت اللينس الربع يبقى على اللفات هتقل الربع يبقى في ربع فوق وربع تحت اه هيشدوا اه بس انا ممكن ممكن انا من عندي اخلي النمبر اوف ترن صح؟ انت مش عايز من عندك هو هو تشوف هو ممكن ايه وبي وسي ودي ما اهي ماشي فانا لازم اختار صح صح واحده من الاربعه الكلام ده يا مريم لو هو ما ادانيش لو هو قال لي
إجابة مفتوحة. تمام. فاهم أنا أقصد إيه؟ لكن لما كاتبة لي جمل محددة يبقى لازم ألتزم. تمام. هو طبعًا هو هنا وإحنا بنحل ما ينفعش إن أنا أقرأ كل واحدة، لأن هذا كل واحدة يبقى الموضوع شيخ. اللي هم بالظبط 98 ورقة، وإحنا دلوقتي في الورقة رقم 48. يعني إحنا في الورقة 48 وهم 98 تمام. بيبر. تمام. مسألة سولونويد. بيقول السولونويد ماشي في الكرنت مجهول اي، كرنت مجهول اي. عدد اللفات 510 ترم. 510 ترم بالمتر، يعني اللينس السولونويد 1 متر، بيقول لي بالمتر يبقى اللينس على طول 1 متر. الفلوس نت عند الاكس كان 2.9 في ترم 3 تسلا. بيقول لي يبقى الاي بكام؟ يبقى الاي بكام؟ اقول له البي ايكوال ميو ان اي على ال، ميو ان اي على ال، البي 2.9 في ترم 3، الميو 4 باي في ترم 7. الان 510 الاي مجهول والال 1 متر، ال 1 متر، ال 1 متر، يبقى احسب له الاي يطلع 4.5 امبير مباشره. واللي بعدها نفس الكلام برضه عندنا سولونويد ماشي الكرنت 0.24 امبير، عدد الترن بتاعته 12 ترن، اللينس بير سنتيمتر، انا بقول لي بير سنتيمتر يبقى اللينس 1 سنتيمتر، 1 سنتيمتر. احسب السترينس قوه المغناطيس الاكس عند السن، عند الاكس، عند الاكس. اقول البي ايكوال ميو ان اي على ال، ميو ان اي على ال، ميو 4 باي في 7، والان ب 12، 12 ترن، 12 ترن، 12 ترن، والاي 0.24 امبير، والطول 1 سم، الطول 1 سم، 1 سم يبقى 1 في 10 بوانيت 2، 1 في 10 بوانيت 2 يبقى جبنا له توز انت عند الاكس. هنلاحظ برضه ان هنا ال كتاب النولج دوت برضه في مشكله انه مش لاقيه في كلامه، هنا بيقول لي عند السنتر، مفيش حاجه اسمها السنتر بتاع السنولج، اسمه الاكسس. يعني في الفاظ غير الفاظ الكتاب بتاعتنا بس مضطرين نقبلها وخلاص، يقصد بسنتر سولونويد اكس سولونويد، سنتر سولونويد اكس سولونويد. سولونويد ماشي في كارنت 19 امبير، الفلاس دنسي عند الاكس 5.3 في 10 4، بيقول لي احسب عدد اللفات بير سنتيمتر، عدد اللفات اللي عايزني اجيب له ان، والطول 1 سنتيمتر، 1 سنتيمتر. البي هتساوي ميو ان اي على ال، البي 5.3 في 10 4، الميو 4 باي في 10 7، عدد اللفات ان مجهول، والاي قايل لي 0.19، والطول 1 سم يبقى 1 في 10 2، احسب الان تطلع 22 ترم، 22 ترم. بعد كده هو هنا بيقول لي السولونويد كان مكون من 700 ترم، طوله ال، طوله ال، وماشي في كرنت اسمه اي، كرنت موجود اسمه اي، شده المجلس في الاسفل اسمها بي 1، ده السولونويد الاولاني. في عندنا سولونويد تاني، سولونويد تاني عدد لفاته 300، 300 ترم، ماشي في نفس الكرنت، والماجنتيك فلوكس عند السنتر بتاعه ما نعرفش بقد ايه. بيقول لي لو انا السولونويد الاولاني والتاني لحنتهم في بعض، البي توتال يطلع قد ايه، يزيد قد ايه، البي توتال يبقى موقفه قد ايه، البي توتال في وضع جديد اللي هو يسماه بي 2 يبقى وضعه قد ايه. يبقى كمان مره عندي سولونويد عدد لفاته 700 ترم، وطوله ال، وطوله ال، وطوله ال. كان الفلوس انسي عند عند الاكس بتاعه بي 1. جبت السولونويد الثاني. السولونويد الثاني عدد لفته 300 ترم ووصلته بالسولونويد الاولاني، وصلته بالسولونويد الاولاني، وصلته بالسولونويد الاولاني. بيقول لي حافظت ان اللينس زي ما هو، اللينس ايه اللي برضه زي ما هو، حافظت على الطول برضه زي ما هو. بيقول لي يبقى البي الجديد موقفه ايه؟ البي الجديد موقفه ايه؟ يعني ايه حافظت على اللينس زي ما هو؟ يعني هم كان 700 ترم. في لينس ال ال 300 ترن بتوع السنود الثاني اللي حطوهم في الاولاني. يعني عدد الترن بقى 1000 ترن. بس برضه ما زال اللينس هو هو ال، اللينس هو هو ال. يعني اللفات قربتها من بعض، قربتها من بعض بحيث فضل الطول زي ما هو هو ال. يعني كان السولونويد لوحده طوله ال، لحمته في السولونويد الثاني. قربت الترنز بين بعضها بحيث يفضل الطول ال زي ما هو، يفضل الطول ال زي ما هو. يعني هنا كرنت اي زي ما هو. يعني هو اللي اتغير بس عدد اللفات. بعد ما كان سولونويد 700 ترن بقى سولونويد مقداره 1000 ترن، 1000 ترن. جت ال 1000 دي ازاي؟ 700 بلس 700 بلس 300، 700 بلس 300 يبقى 1000 ترن، 1000 ترن، وكله ثابت، كله ثابت، كله ثابت. يقول لي دي حصل لها ايه؟ دي حصل لها ايه؟ يبقى كمان مره سولونويد عدد لفاته 700 ترن وكان طوله ال وماشي في كرنت اي. الفلاش ساعتها كان بي 1. سولونويد الثاني مفصول عنه. كان عدد لفات 300 ترن، عدد لفات 300 ترن، خدت اللفات ديت 300 ترن ولحمتها في 700 ترن.
بقى استرونودي جديد 1000 ترن، بقى 1000 ترن، ظبطنا التنس بحيث الالفيدنس زي ما هو والاي زي ما هو والاي زي ما هو. بيقول لي البي الجديده حصل لها ايه، البي الجديده حصل لها ايه. يبقى انا هاجي هنا اقول له والله ده البي نيو ان اي على ال، البي ده يتلم على ال، البي ده يتلم على ال، يعني بي 2 على بي 1 بتساوي ان 2 على ان 1، بي 2 على بي 1 هتساوي ان 2 كانت ب 1000 والان 1 كانت ب 700، الان 2 اصبحت ب 1000 اصبحت ب 1000 اصبحت ب 1000 اصبحت ب 1000 والان 1 كانت ب 700، يبقى هشطب صفرين مع صفرين ويبقى البي 2 10 على 7 بي 1، يبقى البي 2 هتبقى 10 على 7 بي 1 10 على 7 بي 1 10 على 7 مضروبه بي 1، يبقى الاثنين سنوات دول كان واحد 700 لفه واحد 300 لفه، لزقت 700 في 300 بقى 1000 لفه، وحافظت على المسافه بين التنس بحيث يفضل ال زي ما هو، اللي ما يتغيرش والاي ما يتغيرش، يعني اللي بيتغير البي والان بس. يبقى بي 2 على بي 1 يكفل ان 2 على ان 1 وعوض واجيب البي 2 يطلع البي 2 10 على 7 بي 1. بيكتبوا كلام كتير قوي تتوه فيه من كتر ما هو فوق وتحت، زي في امتحان الانجليش كده بتاع السنه، امتحان الانجليش بيجيب حته كومبريهنشن كده طويله جدا، على بال ما تقرا اللي فوق وتنزل تحت كل السكيل فوق بتقول ايه، على بال ما ترجع للي فوق تاني كل السكيل تحت بتقول ايه، من كتر ما هي بتبقى طويله. مساله بيقول لي عندنا في واير محطوط على انجل 90 درجه مع الماجنتيك فلوكس، يعني واير محطوط بالبنديك على ماجنتيك فلوكس والواير ده طوله 1 متر ماشي في كارنت 4 امبير، الواير ده اتاثر بفورس 2 نيوتن، يقول لي يبقى الاسترينس بتاع الماجنتيك فيلد قد ايه، عايز نحسبه البي قد ايه، الفلوكس ديتي بكام؟ مساله مباشره. الاف بتساوي لي ساين ثيتا، الثيتا ب 90 والاف مدي لنا 0.2 نيوتن والبي عايزينها والليرش بتاع الواير 1 متر والاي ب 4 امبير وساين 90 ب 1، يبقى جبنا له البي خلاص. مساله مباشره، كم مساله ولا بعدهم كانوا مباشرين خالص. عندنا واير طوله 50 سنتي محطوط بانجل 90 على فلاكس جنسي 0.2 تسلا، الواير ده اتاثر بفورس 0.25 نيوتن، بيقول لي يبقى الاسترنس بتاع الكرنت قد ايه؟ الالكتريك كرنت شدته قد ايه؟ اقول له الاف بتساوي لي ساين 90، الاف مديها لنا 0.25 نيوتن، وبعد كده البي مديها لنا، مديها لنا البي 0.2 تسلا، والال مديها لنا 50 سنتي يعني نص متر، والاي مش مديهولنا وساين 90 بوان، احسب الاي. خلصت المساله. المساله اللي بعدها، المساله اللي بعدها بيقول لي عندنا واير طوله نص متر، الواير ده بيحمل كرنت 12 امبير، الواير ده محطوط بانجل 90، محطوط برضه بانجل 90 للماجنتيك فيلد، بيقول لي الماس بتاع الواير ده 15 جرام، الماس بتاعته كانت 15 جرام، بيقول لي قوه الماجنتيك فلوكس قد ايه عشان الواير ده يتعلق في الجو، عشان الواير ده يتعلق في الجو. امتى الواير يتعلق في الجو؟ الواير وهو محطوط كده في الجو بيبقى فيه الويت بتاعه لتحت، بيزوقه لتحت. لو انا مررت في الكرنت وحطيته في وسط ماجنتيك فيلد يبقى الواير ده هيتاثر بفورس لفوق. الواير هيتعلق لو الاف كانت بتساوي بين ساين ثيتا، لو الاف، لو الاف لفوق هتساوي الويت بتاعه لتحت، لو الاف قد الويت، لو الاف قد الويت، الاف بتساوي بين ساين ثيتا، الاف قد الويت، الويت ام في جي، الويت ام في جي، يبقى لو ام جي بتساوي بين ساين ثيتا، وابدا اعوض. عشان الواير يتعلق في الجو لازم يكون الويت بتاعه قد الاف، الويت قد الاف، الويت ام في جي والاف بين ساين ثيتا، الاف بين ساين ثيتا، يعني الويت يكون قد الاف، الويت لتحت قد الاف لفوق، الويت لتحت قد الاف لفوق، والويت ام في جي، الام الا 15 جرام ما بيشتغلش بالجرام، يبقى في 10 بوريج اف 3، والجرافيتي هو مديها لنا، جرافيتي الجرافيتي مديها لنا 9.5، هتساوي البي ما اعرفش عايزينها، والال نص متر، والاي 12 امبير، والثيتا ب 90 يعني 90 ب 1، حسبنا الفلوس دي تطلع 0.24 تيستا خلاص. يبقى في اي وقت ازاي الواير يتعلق في الجو؟ ازاي الواير يتعلق في الجو؟ لما يبقى الويت بتاعه تحت ادي الفورس عليه لفوق، الويت يعني ايه ام اف جي؟ ادي الفورس، الفورس بين لي ساين ثيتا. نبص لها كويس. فورس قد الويت والفورس بيلي ساين ثيتا والويت ام في جي، يبقى ام في جي هتساوي بيلي ساين ثيتا. يقول لي هنا واير طوله 1 متر بيمر فيه كارنت 5 امبير، الواير ده محطوط بانجل 90 ديجري على فلاكس الدنس بتاعته 0.1 تسلا، والواير ده الماس بتاعته 25 جرام، يقول لي هنا الاكسلريشن تبقى قد ايه؟ الاكسلريشن تبقى قد ايه عشان تعرف الجو؟ الاكسلريشن تبقى قد ايه؟ نفس الكلام برضه، الفورس قد الويت، الفورس قد الويت، الويت ام في جي،
والفورس بيري ساين سيتا. الماس 25 جرام يبقى في المول سليم. الجرافيتي عايزينها. بعد كده البي 0.1 تسلا. اللينس 1 متر والكرنت 5 امبير ساين 90. اجيب الجرافيتي 26 متر بالسكند سكوير، 20 متر بالسكند سكوير، 20 متر بالسكند سكوير. نبص لها كويس. اللي بعده مسألة زي دي كده بيقول لي في عندنا الفلاس دينسي ماشيه ناحيه اليمين. دي الفلاس دينسي ماشيه ناحيه اليمين. عندي واير والكرنت فيه طالع لفوق، واير والكرنت فيه طالع لفوق. بيقول لي بدأ يتحرك اتجاه الفرصه هتبقى على فين؟ اتجاه الفرص هتبقى على فين؟ اتجاه الفرص هتبقى على فين؟ اتجاه الفرص بعرفها بفيرمنج ليفت 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 اند رول. فيرمنج اتجاه الفرص اتجاه الموشن بعرفها بفيرمنج. فيرمنج ليفت اند رول هجيب على ايدي الشمال. بيد الشمال اظبط صوابع الثلاثة اف بي اي اف وبي اي اف وبي اي. الصباع الرابع صباع البوينتر اخليه رايح ناحيه اليمين، صباع البوينتر اخليه رايح ناحيه اليمين كده. الكرنت اخليه طالع لفوق، الكرنت اخليه طالع لفوق. هبص على الصمب اللي داخل على شاشه اللابتوب، الصمب داخل على الشاشه، يبقى اتجاه الموشن او اتجاه الفورس بيربنديكولار انتو السكرين، بيربنديكولار انتو السكرين انتو السكرين انتو السكرين. يبقى كمان مره بجيب ايدي الشمال فيرمنج ليفت 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 هاند رول، بعمل بظبط صوابعي. الصباع بتاع الفلوكس اللي هو البوينتر الصباع الرابع اخليه باص ناحيه اليمين، اخلي الكرنت باص على السقف، اخلي الكرنت باص على السقف، وصباع البوينتر رايح ناحيه اليمين. في وقت واحد البوينتر رايح ناحيه اليمين وصباع الكرنت باص على السقف، هلاقي الصام داخل على الشاشه، الصام داخل على الشاشه، يبقى اتجاه الفورس بيربنديكولار انتو ذا سكرين. هنا اهو بالشكل ده. ده واير ماشي في كرنت في الاتجاه ده محطوط في وسط فلوكس، ده اتجاه الفلوكس. بيقول لي الموشن الواير هيتحرك في انهي اتجاه؟ انا كده الواير محطوط بلد الفلوكس، الواير والفلوكس بلدي كده، الواير والفلوكس بلدي. لما يبقى الواير والفلوكس بلدي، الواير والفلوكس بلدي، الواير والفلوكس بلدي، يبقى ما فيش شيء الانجل الانجل بزيرو، يبقى الانجل بصفر، يبقى الفورس بصفر، يبقى الواير مش هيتحرك، الواير مش هيتحرك. There is no force acting على الواير، there is no force acting على الواير. الواير والفلكس بلدي. لما يبقى الواير والفلكس بلدي يبقى الانجل بينهم زيرو، الانجل بينهم زيرو، الانجل بينهم زيرو، يبقى ما فيش ايه سيتا بصفر، والاف بيدي ساين سيتا يبقى الاف بيدي ساين صفر بصفر، يبقى الفورس بصفر، يبقى ما فيش حركه. هبص لها دي كويس. وعمال يدينا في ارقام 0.1 تسلا و2 امبير وبتاع، بيهزر عشان ايه الطالب ايه يقول لا ده هيتحرك، لا ده مش هيتحرك، ده الواير والفلكس بلدي، ده الواير والفلكس بلدي، ما ينفعش، لازم يكونوا بيربنديكولار. سكوير بالشكل ده، ده سكوير وماشي فيه كرنت اهو عكس الساعه، ده سكوير وماشي فيه كرنت عكس الساعه. قال لي الفلوس دينسي 0.3 تسلا ماشي فيه كرنت 2 امبير، والسكوير دوت السايد بتاعه 0.2 متر، يعني ده 0.2 متر 0.2 متر 0.2 متر 0.2 متر، يعني كده اقدر احسب الاريا، كده اقدر احسب الاريا السايد سكوير، السايد سكوير والكرنت 2 امبير. ونشوف بقى الكلام بيقول لي انا بيقول لي وات ذا ماجنتيود، ايه قيمه الفورس اللي بتاثر على الواير اليمين؟ الفورس بتاثر على الواير اليمين ده، الواير اليمين ده الفورس عليه بتساوي كام؟ الفورس بتساوي بيلي، الفورس بتساوي بيلي ساين 90، بيلي ساين 90. البي 0.3 تسلا اهي، والال اي اللي هو ال 0.2 متر 0.2 متر، والاي 2 امبير، وساين 90 بواحد، يبقى خلاص 0.12 نيوتن. يبقى كده ده الفورس معانا السايد اليمين، السايد اليمين. يقول لي احسب الفورس على السايد الشمال، احسب الفورس على السايد الشمال. يطلع نفس الكلام. ولا لا ما قاليش احسب الفورس على السايد الشمال، قال لي الدايركشن بتاع الفورس. الدايركشن بتاع الفورس، خلاص احنا حسبنا الفورس قيمه، عايزين اتجاهها، عايزين اتجاه الفورس عامله ازاي؟ انا الكرنت اهو هنا طالع لفوق. والفلوس رايح ناحيه اليمين. فيرمنج ليفت 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 تاند رول. اخلي الصباع الرابع البوينتر رايح ناحيه اليمين. اخلي الكرنت طالع لفوق، اخلي الكرنت طالع لفوق. هبص على الصمبه اللي داخل على الشاشه، يبقى اتجاه الفورس على السايد اليمين بيربنديكولار انتو ذا بيج، بيربنديكولار انتو ذا سكرين، بيربنديكولار انتو ذا سكرين. بتكلم على شاشه اللابتوب، داخل على شاشه اللابتوب. تاني هظبط صوابعي الثلاثه اف وبي واي، اف وبي واي. اخلي الصباع الرابع اللي هو البوينتر اللي هو بتاع البي رايح ناحيه اليمين.
حافظ عليه، يفضل رايح ناحيه اليمين واطلع كرامتي لفوق، خلي الميدل يطلع لفوق، الميدل يطلع لفوق، الميدل يطلع لفوق، يبقى الميدل دلوقتي لفوق والبوينتر على اليمين. ابص على الصامب الاقي داخل جوه الشاشه، جوه الشاشه، جوه الشاشه، يبقى الاقي الصامب هنا داخل جوه الشاشه، يبقى هلاقيه رايح فين؟ فين بس اللي هي بايلسن واتس دايركشن انتو ذا سكرين، هلاقيه داخل الشاشه، يبقى انتو ذا سكرين، انتو ذا سكرين، انتو ذا سكرين، الجبل بالاحمر، انتو ذا سكرين. السؤال ما دام بالاسود يبقى اجابته بالاحمر، السؤال ما دام بالاسود يبقى الاجابه اللي هختارها هتبقى هي اللي ايه؟ اللي بالاحمر. ايوه هي طالعه معايا اوت. طب تعالى نعملها تاني، ظبط ايدي، ظبط ايدي معلش. الصباع الرابع اللي هو البوينتر عايز يبقى ناحيه اليمين، البي اهو ناحيه اليمين، ناحيه اليمين، خلاص كده؟ اه خليه هو برضه ناحيه اليمين، ولف ايدك بحيث ان الميدل يبص على السقف. مش الميدل ده اللي هو بعد الميدل الوسطاني، الصباع الوسطاني اللي هو بتاع الاي، بتاع الاي، يبص على السقف. خلاص تمام مظبوط كده، يبقى البي رايح ناحيه اليمين والميدل على السقف، يبقى الصب داخل جوه الشاشه. تمام يبقى بيربنديكولار انتو صح صح. طب ممكن اسال سؤال، الغلط كان فين قبل ما تسال السؤال؟ عكست، كنت عامله صباعي الاي على انه البي والاي على انها لا مش عيب. اف بي اي، اف بي اي، اف بي اي، اف بي اي، اف بي اي. تمام بعد كده بيقول لي هنروح بقى الناحيه الشمال، هنروح هنا الناحيه الشمال، بيقول لي احسب الفرص على الناحيه الشمال، احسب الفرص على الناحيه الشمال، هتطلع نفس القيمه برضه، الفرص على الناحيه الشمال بين سايد سي البي والال والاي وسايد كله عندنا يطلع بوينت 12 نيوتن، قد 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 الناحيه اليمين، اليمين والشمال قد بعض، اليمين والشمال قد بعض، عايزني اجيب له الدايركشن الفورس. لو انا ناصح ما 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 اعملهاش بايدي تاني. ما هو الكرنت عكس الكرنت. الكرنت عكس الكرنت. يبقى الفورس عكس الفورس. الفورس هنا قلنا بيربنديكولار انتو ذا بيتش، يبقى هنا بيربنديكولار اوت البيتش، من غير ما اعملها ولا حاجه. من غير ما اعملها خلاص التو كرنت عكس بعض. هنا كان بيربنديكولار انتو، يبقى هنا بيربنديكولار اوت البيتش، يبقى هنا بيربنديكولار اوت البيتش، يبقى اتجاه الفورس هنا هختارها اوت سكرين، اوت سكرين، اوت سكرين. بعد كده بيقول لي الفورس قد ايه؟ على السايد ده والسايد ده. الفورس قد ايه على السايد ده والسايد ده؟ السايد ده والسايد ده دول بارل للفلوس، دول بارل للفلوس. السايد ده والسايد ده دول بارل للفلوس، ما دام هم بارل للفلوس يبقى سيتا بصفر، يبقى الفورس عليهم بصفر. السيتا بصفر يبقى الفورس عليهم هتبقى بصفر. بيقول لي بعد كده اهوت التو فورس دول هيعملوا ايه؟ اختار بقى، اختار ايه ولا ايه ولا بي ولا سي إيه ولا دي. التو فورس دول هيعملوا ايه؟ هيعملوا تورك، هيدوروا الكويل. التو فورس دول هيخلوا الكويل يدور، الكويل سبين، سبين اباوت الواي اكسس اوف ذا سكرين، هيخلوا الواير دوت يلف، الواير اللي هو معمول على سيركت سكوير ده يلف. طبعا كلمه واير هنا مش صح برضه، يبقى الكويل، هي بقت كويل بس مش مشكله، الفاظهم فيها غلطات جامده جدا في الكلام، يعني الانجليزي بتاعهم في غلطات بس هنفوته يعني. ايه اللي هيحصل؟ الفلو فورس هيعملوا ايه؟ هيخلوه يلف، هيخلوه يلف. يعني ايه يلف؟ يعني روتيت، يعني ايه روتيت؟ يعني سبين، سبين اباوت اباوت الواي اكسس، يلف حوالين الواي اكسس، يلف حوالين الواي اكسس، يبقى اختار بي. سؤال تاني برضه نفس الكلام، كويل عباره عن سكوير ماشي في الكرنت في الاتجاه ده، والماجنتيك فلاس كان في الاتجاه ده. قال الماجنتيك فلاس ده قوته 0.2 تسلا، والكرنت اللي ماشي 5 امبير، والسكوير ده سايد 0.1 متر. بيقول لي احسب التورك، احسب التورك، احسب التورك. التورك بتاعه بيساوي ريال، التورك بتاعه بيساوي ريال ساين ثيتا. تلاقي بيساوي ريال ساين ثيتا، البي 0.2 والاي 5 امبير، وبعد كده الاريا هو السايد 0.1 متر، يبقى 0.1 في 0.1 يعني 0.1 سكوير، والاي 1 امبير ساين 90، يبقى جبنا التورك خلاص كده، جبنا التورك خلاص. تعويض مباشر. بعد كده السؤال ده بقى سؤال غير شويه، سؤال غير قوي شويه بس المستوى كويس قوي الرسمه. عندي هنا اثنين واير، ادي واير وادي واير، الكرنت فيهم ماشي في نفس الاتجاه واتجاهه بيربنديكولا انتو ذا بيتش، عشان كده اكس واكس. ممكن نكبر شويه. ده واير وده واير. ده واير
ماشي في كولوم، فبيمشي حوله ماجنتيك فلوكس اهو 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 اهو، ده واير ماشي في نفس الكرنت، نفس الكرنت هيمشي حوله ماجنتيك فلوكس اهو 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 اهو. التو كرنت دول بيربنديكلا انتو ذا ريج، داخلين على جوه، داخلين على جوه نفس الكيك، ويبدا يعني يرتب قوه الماجنتيك فيلد من الصغير للكبير، ولا من الكبير للصغير، من الكبير للصغير، من الكبير للصغير، رتب رتب قوه الماجنتيك فيلد من الكبير للصغير، من الكبير للصغير. انا بص كده، ادي ده واير وادي ده واير، التو كارنت داخلين على جوه، يبقى الفلوس ديرسي التوتال جوه هنا بينهم بطرح وبراهم بجمع، جوه بطرح التو كارنت بيربنديكولار انتو ذا سكرين في اتجاه واحد، يبقى التو كارنت في اتجاه واحد، يبقى جوه بطرح وبره بجمع، يبقى الفلوس الجامد هو اللي بره. بره يعني ايه؟ وبي وايه؟ كمان مره، اتنين واير اهو فيهم اتشاد، يعني الكرنت ماشي فيهم بيربنديكولار انتو ذا سكرين داخل جوه الشاشه، يعني اتنين كرنت في اتجاه واحد، انا بقى تو كرنت في اتجاه واحد، بيبقى جوه بيتون التواير بطرح، فراس زينز بطرحها وبراهم بجمع، يبقى الفلوكس القوي هو اللي بره، اللي بره يعني نقطة إيه براهم وبي براهم وإيه براهم. بس مين أكبر حاجة؟ أكبر حاجة النقطة الأقرب لأي واير منهم، وحطوه كرنت عند بعض، نقطة إيه أقرب للواير ده، نقطة دي بعيدة عن الواير ده، وإيه بعيدة كمان وكمان، يبقى بره المجيء في الواير أكس قوي 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 عند ايه، عشان هي اقرب للواير ده، يليها بي عشان هي بي بعدها في القرب، واخرها ايه عشان هي ابعد واحده منهم، يبقى الترتيب اكبر حاجه ايه وبعدها بي وبعدها ايه، ده اللي بره، بره مجمع، يبقى انا التو فلوكس بيتجمعوا، وهنا بيتجمعوا وهنا بيتجمعوا، بس نقطة دي قريبة من الواير ده، نقطة دي بعيدة، وإيه بعيدة وبعيدة، يا أقوى ماجنتيك فلوكس عند إيه، يليها بي يليها إيه، إيه وبعدها بي وبعدها إيه. تعالى جوه، أدي واير وأدي واير، والفلوكس جوه بطرح، ودي دي في النص بالظبط، يبقى نقطه دي دي نيترال بوينت، ما التو كرنت قد بعض، التو كرنت قد بعض، ودي دي في النص بالظبط، يبقى دي دي نيترال بوينت اللي بتوتر عندها بصفر، يبقى دي دي بصفر اقل حاجه، يبقى السي اكبر منها بشويه، السي اكبر منها بشويه، وبعدين دي اقل حاجه صفر، يبقى سي وبعدها دي، سي وبعدها دي، يبقى سي وبعدها دي. ايوه ينفع امشيها النقطه دي ابعد من الواير، بتتكلمي على انهي نقطه، اي ولا بي ولا سي ولا دي ولا اي؟ سي ولا سي ودي، سي ودي، شايفه نقطه دي؟ اه ما ابعد في السنتر ابعد بالزبط. من سي، معلش خلينا بس دي، خلينا في دي الاول، معلش معلش، نقطه دي في النص بالظبط بين التوين ولا لا؟ اه في النص بالظبط، يبقى المسافة متصفة والتو كرنت قد بعض، يبقى نيوترال، يبقى نيوترال بوينت، يبقى دي بصفر، دي أقل حاجة. تمام. سي عندها في فلوكس، دي مش في الوزن، دي سي عندها فلوكس، يبقى سي أكبر من دي بشوية. طيب أنا قصدي أنا لو ما خدتش مثلا بالي مثلا مشيتها كده. آه هتلاقي حد تاني خد باله فيتميز. صح ولا فهمت غلط ولا فهمتيش؟ يعني ما تطلعيش نفس اللي قبل، انت ما خدتيش بالك، حد تاني خد باله،
فيتميز اخر السنه بربع درجه كده، نص درجه ولا حاجه. لا ليه، ما هتطلع نفس الناتج. هيطلع ايه؟ نفس الناتج، لا مش طب امال قايلين انت الابعد ولا كان اعتمد عايز تخلي دي بدل سي؟ لا زي ما هي. بس انا كنت همشيها بس بطريقه ان دي ابعد من هي الورا دي عن دي في السي الويست اقرب. ابعد من مين؟ اي دي بس يعني في المسافه السي من هنا اقرب، قد هنا بالظبط. ابعد من سي، يعني سي اقرب للواير ماشي مش مشكله عنها. مش مشكله مش مشكله، المهم في النهايه دي عندها بصفر وسي اه اكبر منها بشويه عشان تمام اقرب. ماشي 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 اوكي ماشي، فهمت تقصدي ايه؟ عشان اقرب للواير ده. ماشي ما يضرش اوكي ماشي. تمام تمام بنت الرسمه، عشان الرسمه دي هنعمل عليها حاجات كتير. ده لسه ده موال بقى، دخل هندخل في موال دلوقتي. ده لما كانت تو كارنت مع بعض، لما كانت تو كارنت مع بعض. السؤال اللي بعده لما يبقوا مش مع بعض، لما يبقى واحد داخل جوه واحد خارج لبره، الرايت هاند نصغر بس شويه هنقرا بس المساله كويس. بيقول لي هنا الرايت هاند كارنت جوست انتو ذا بلان، يبقى الكارنت اليمين داخل جوه الصفحه والكارنت الشمال خارج من الصفحه. يبقى ده داخل وده خارج، ونكبر شويه. ده داخل وده خارج، ده داخل وده خارج، ده داخل وده خارج. وعايزين نرتب، عايزين نرتب، عايزين نرتب الايه الحاجات. هو يبقى كده التو كارنتين عكس بعض، يبقى جوه مجمع وبره بطرح. جوه بجمع وبره بطرح. طب البي عند مين اكبر، سي ولا دي؟ انا جوه بجمع، سي ولا دي الاكبر؟ دي بي الاكبر، دي الاكبر، شفتين قد بعض، دي الاكبر. يبقى دي وبعدها سي، دي يبقى دي صح. وبعدها سي، ما احنا من الكبير للصغير، دي اكبر حاجه وبعدها سي. تعالى بقى من بره، من بره بطرح، من بره بطرح. ايه اقرب للواير ده؟ يبقى دي عندها اكبر من دي، وبي اكبر من ايه؟ يبقى الترتيب بتاعي يبقى دي وبعدها سي ومن بره ايه اكبر من بي وبي اكبر من ايه عشان بعيده. يبقى دي سي اي بي اي صح؟ هلاقيها اللي هي ورا دي لما بطرح، فهي دي اقل حاجه. لا مش فاهم تاني، انا هنا جوه بجمع تمام، دي اكبر حاجه عشان في تمام تمام يبقى سي اقل منها سنه. هو بس يعني عرفت منين يعني؟ ماشي كده ماشي، بس عرفت منين؟ ما قدامكيش غير حاله واحده، تفرضي ارقام. تمام فما هي تفرضي ارقام؟ يعني تفرضي ده 5 امبير وده 5 امبير، ده داخل جوه وده خارج لبره، ودي كلها 10 سم، دي 5 سم، ودي مثلا ايه 3 سم من الناحيه دي، وتتحسب. ماشي هتطلع زي ما بقول لك كده، هتطلع دي الاكبر. تمام هيبقى دي الاكبر لا مش لا سي. لا يعني سي الاقل، يعني دي الاكبر، يبقى دي تمام وبعدها سي. وبعدين اخد بقى من بره، تمام بره بطرح صحيح بطرح، بس النقطه القريبه هي الاكبر. ايه قريبه من الواير طيب. ده؟ يبقى دي بتاعتها اكبر من بي لانها ابعد شويه، وبي اكبر من ايه عشان ابعد وابعد. يبقى تمام ترتيبي دي سي اي بي اي. الحاجات دي ممكن تيجي في امتحان اخر السنه، الحاجات دي ممكن تيجي في الامتحان. ما هو التابلت مش هيبقى له لازمه غير ان هو يجيب منه بقى اسئله، والا يبقى كده هدر مليارات بتابلت ما تفتحش، ما تعملوش لحاجه، لا بنك اسئله ولا شغل عليه اخر السنه. خلاص مش هينفع يبقى الامتحان غير ورقي، يعني اخر السنه الامتحان شهور ورقي ورقي، ما فيهاش كل المدرسين قالوا ورقي خلاص. فالتابلت لازم يبقى له لازمه بقى، لازم يستفيد منه بحاجه، يعني مليارات اتصرفت اونطه. يعني اللي بعده هيبقى هيتكلم بقى، نزغر شويه، اللي بعده هيتكلم بقى عن الدايركشن.
هنتكلم بعد كده على الدايركشن. هيتكلم له بس عايز بقى الدايركشن. هنا بقى هنا التو كارنت في نفس الاتجاه وداخلين على جوه. التو كارنت داخلين على جوه. هكبر بقى تاني. داخلين على جوه. في نفس الاتجاه ونفس القيمه وداخلين على جوه. بيسالني عن الدايركشن بتاع الفلوكس عند نقطه ايه؟ عند نقطه ايه؟ انا هنا التو كارنت في نفس الاتجاه. يبقى جوه بطرح وبره بجمع. بره بجمع. اتجاه الفلوكس عند نقطه ايه؟ اتجاه الفلوكس عند نقطه ايه؟ هبص كده هنا الكارنت داخل لجوه. الكارنت كده داخل لجوه. الكارنت داخل لجوه. الكارنت داخل لجوه. خلي الصمب داخل لجوه. خلي الصمب داخل لجوه. وشوف الروتيشن هيبقى على فين؟ شوف الروتيشن هيبقى على فين؟ لما الصمب هيخش على جوه. الأربع صوابع هيبصوا على السقف. من ناحية إيه؟ الأربع صوابع هيبصوا على السقف من ناحية إيه؟ كمان مرة. عايزين اتجاه الفلوكس عند نقطة إيه؟ اتجاه الفلوكس عند نقطة إيه؟ الكرنت هنا داخل جوه الصفحه. يبقى خلي صباعي الصمت يخش على شاشه اللابتوب. بص على الاربع صوابع الباقيين. الاربع صوابع الباقيين بقى طالعين على فوق. طالعين على فوق. يبقى الفلوس عند ايه؟ في اتجاه الواي البوستر. في اتجاه الواي البوستر. في اتجاه الواي البوستر. اختار الفلوس عند ايه؟ في اتجاه الواي البوستر. واقف عندها شويه واسكت خالص. اخلي الصمب داخل على الشاشه بتاعت اللابتوب. وابص على الاربع صوابع الباقيين. هنقوم طالعين على فوق من ناحيه ايه؟ هنقوم طالعين على فوق. طالعين على فوق من هنا. يبقى الفلوكس هنا طالع الاتجاه لفوق. طالع في اتجاه الواي البوستيف. هيسالني على اتجاه الفلوكس عند نقطه نقطه، عند نقطه نقطه. فلازم ابقى عارف نقطة نقطة. عند بي. صح كده؟ كان عايز عند بي بعد كده. عند بي. اتجاه الفلوس عند بي. طب هنا الفلوس طالع لفوق. يبقى عند بي الفلوس ده زي تحت. هنا طالع لفوق. يبقى هنا نازل لتحت. يبقى اتجاه الفلوكس عند بي في النيجاتيف بتاع الواي. في اتجاه النيجاتيف بتاع الواي اكسس. ونبص لها كويس. عند ايه طالع لفوق؟ يبقى عند بي نازل لتحت. طيب اتجاه الفلوكس عند السي. فين يا مريم عند السي؟ نعم. اتجاه الفلوكس عند نعم. السي فين؟ اه عند السي. مفيش. فين؟ مفيش. مفيش. برافو عليك. عشان نيترال بوينت. صح كده؟ مفيش. صح كده؟ صح. عشان نيترال بوينت. مفيش عشان نيترال بوينت. صح. عشان نيترال بوينت. كلام صح. عند السي مفيش. There is no magnetic field. عشان هي neutral point. عشان هي neutral point. عشان هي neutral point. تعال نشوف عند الدي. عند الدي. نفس الكلام. احط اصبع الصمب هنا. البوستيف. ويبقى ايه النيجاتيف. ويبقى ايه النيجاتيف. ويبقى ايه النيجاتيف. الدي طالع لفوق. يبقى الاي نازل لتحت. يبقى الاي نازل لتحت. هيتعاد تاني بس لما يبقى التو كارنت عكس بعد. لما يبقى التو كارنت عكس بعض. ظبط تاني. بيقول لي هنا الواير رايت داخل على الصفحه والكارنت الليفت خارج من الصفحه. يبقى رايت داخل. ده اكس وده نقطه. ده اكس وده نقطه. وعايزنا نعيدها تاني. وعايزنا نعيدها تاني.
يبقى ده كده داخل وده خارج. عند نقطة ايه؟ هنا هخلي صباعي خارج بره الشاشة. صباعي خارج بره الشاشة. الأربع صوابع عندي ايه بنزيل لتحت. يبقوا في اتجاه الواي نيجاتيف. صح ولا ايه؟ هخلي صباعي خارج بره الشاشة. احنا الأول كان داخل جوه الشاشة. المرة دي هنخليه خارج بره الشاشة. هيبقى عندي نقطة ايه نازلين تحت، يبقى نقطة بي طالعين لفوق مع الواي. تمام. التو كارنت عكس بعض. التو كارنت عكس بعض، يبقى جوه بجمع. يبقى جوه بجمع، يبقى جوه هنا بجمع. احنا اتضافنا ايه وبي؟ بقى لنا سي. مين الأكبر بقى؟ مين الأكبر بقى؟ هنشوف الأول بس هو قريبها ولا لا سي. ثاني ما كانش قريبها. لا سالبها. لا طالبها. عندي سي مين الأكبر؟ مين الأكبر؟ هنا بقى يعني إيه؟ التو كرنت قد بعض. التو كرنت قد بعضهم، قد بعضهم. فهنشوف كده هو هنا بالنسبة لهنا. هيبقى نازل تحت. وهنا هتبقى سي دي خليها، سي دي مش هتبقى متحددة، لا مش هتتحدد. مش هتبقى محددة. لأن أصلا التو كرنت قد بعض. فهيبقى اللي فوق قد اللي تحت. هيبقى اللي طالع فوق قد تحت هيبقى برضه ما عندهاش حاجه. بس لا ده مش نفس البوينت. مش نفس البوينت لا. سي مش متحدده. هروح عند دي. السمعه داخل لجوه. يبقى دي طالع لفوق يبقى ايه نازل لتحت. يبقى دي طالع لفوق وايه نازل لتحت. وسي مش متحدده، سي مش متحدده، ممكن يختلف في اختيارات انها ما تبقاش متحدده، لانها هيبقى الاثنين قد بعض بالظبط، التو كرنت قد بعض، يعني التو كرنت قد بعض. طب هيبقى اتجاهها فين بقى معاهم كده فين؟ يا اما تحت يا اما فوق، مش متحدده. او سيبيها ابقى اشوفها وممكن نبقى نفكرها في حل تاني. سي عايزه تفكر فيها تاني شويه. اما يبقى تو كرنت عكس بعض، يعني عكس بعض يبقى هيتجمع. هيبقوا في اتجاه واحد، انهي اتجاه ده؟ هنفكر فيها تاني ونبقى نشوفها. السؤال اللي بعده بس نظهر تاني. بيقول لي قانون الماجنتيك دايبول. بيسأل عن قانون الماجنتيك دايبول ده ولا ده ولا ده ولا ده. الماجنتيك دايبول كان تاو على بي او اي في اف ان. تاو على بي او اي في ايه في ان، يبقى هي تاو على بي، يبقى هي تاو على بي. مسألة قال لي ريكتانجل لوب، لوب يبقى على طول ان بواحد. كان اللينس والويتس مديني مسافاتهم ولا مش مديني؟ مديني ان اللينس 0.025 متر والويدث 0.015 متر، دول اللي هجيب منهم الاريا. مديني الفلاكس دينس 0.15 تسلا، مديني كارنت 335 ملي امبير، وعايز نحسب له التورك. مره عايز نحسب له التورك ومره الماجنتيك دايبول. التورك بيان ساين 90. البي مديها لنا 0.15 والاي مديها لنا 0.335 والاريا حسبناها او هنحسبها لينس باي ويدز، لينس باي ويدز، لينس باي ويدز. وبعدين اللوب يبقى الان بواحد وساين 90 بواحد، يبقى جبنا التورك. عايز الماجنتيك دايبول. الماجنتيك دايبول اي في اف ان، اي في اف ان، الاي عندنا والاريا لينس باي ويدز والان ب 1، يبقى جبنا كمان الماجنتيك دايبول. المسألة اللي بعدها بيقول لي عندنا كويل بالشكل ده. كويل بالشكل ده وكان عامل انجل 48. ناخد بالنا بقى عشان فيها تركه. ال 48 دي بيمين ومين؟ ال 48 دي الانجل ما بين الكويل والفلكس. ال 48 ديك من الرسم الانجل بين الكويل والفلكس. بس انا السيتا الانجل بين الكويل والنورمال على الفلكس. يبقى دي مش السيتا. ال 48 الانجل بين الكويل والفلوكس. بس انا سيتا الانجل ما بين الكويل والنورمال على الفلوكس، يبقى دي مش السيتا، يبقى صاحب ال 90. مديني الاي بكام؟ ومديني البي بكام؟ ومديني اللينس والويدث بكام؟ وعايزني اجيب له التورك. تعويض مباشر، كانت اللعبه بس فيها سيتا. لان السيتا 90 ماينس 48 يعني 42 ديجري. ويبقى التورك تاو بتساوي بيها ساين 42، ويبقى حسبنا التورك خلاص. وهنكتفي بهذا القدر النهارده. هنقف لغايه النهارده وهنكمل السبت الجاي شابتر 2
ويبقى كده خلصنا بقى المعرفه بتاع شابتر 2 من الشابتر الجاي ان شاء الله. ناخد بالنا ان يوم الاثنين الجاي امتحان في اخر 4 سباتر، ومن بعد يوم الاثنين الجاي هيبقى امتحانات سنين. ابعت كل حصه كده 4 5 امتحانات يتحلوا ويرجعوا لي تاني اصححهم، لان كده هيبقى راجعنا منها كله، يبقى كده منها كله امتحانات. امتحان ال4 سباتر الاسبوع اللي فات، والاثنين ده 4 سباتر الباقيين الاسبوع الجاي، ويبقى كده المنهج كله هيتعمل. فيبقى كده على طول هنبدا نحل امتحانات سنين. كل اسبوع كده ولا حاجه 5 6 7 امتحانات يتبعتوا ويتحلوا ويتحلوا في ورق فلوسكاب، ورق فلوسكاب عادي، ويتصور ويتبعت لي وانا صححه ونقول الدرجه كام. ويبقى احنا وقفنا النهارده عند صفحه 69، قول صفحه 70 من 98، بقينا لسه 28 ورقه، بقينا 28 ورقه، ويبقى كده الشابتر 2. لو في اي حاجه تاني نسال. عايز حاجه يا مريم؟ لا هو انا ما عنديش سؤال، بس انا كنت هطلب طلب بس. هو انا كنت عايزه الامتحان بتاع سنه 90. الامتحان بتاع سنه 90. سنه 90؟ هو اللي معايا من 96. مفيش 96 خالص؟ لا ما مش يعني انت عارفه يعني ايه؟ كنا صغيرين، عيال صغيرين بتضيع الحاجه. انا بدرس اصلا من سنه 5، كنت بدرس من سنه 85. يعني انا بدرس من 85، يعني هو عدى عليا، بس بقى كنا صغيرين لسه، عيال صغيره بتضيع الحاجه. من 90 ضاع، اللي معايا من 96. عايزاها نبدا تسعين بتاع مامتك ولا باباك ولا حاجه؟ بتاع ماما، عماله تقول لي في سؤال قد كده ما كانش مفهوم، عايزه اشوفه. طيب عندك انت امتحان الميكانيكا بتاع سنه 79. منين؟ معرفش. كان في مساله نمره 6، مساله ازدواج، اللي حل المساله دي في مصر 25 واحد، كنت واحد منهم. 79 25 واحد في مصر كلها اللي جابوا الفول مارك ميكانيكا سنتها، كنت انا واحد منهم. مساله نمره 6 الامتحان سنه 79. 79 مساله رقم 6 كانت مساله طبل، ما حدش حلها في مصر غير كنا حوالي 25 واحد في مصر كلها، من نص مليون. قلت انا واحد من قدام امتحان سنه 79. مش معايا برضه بس انت حتى ممكن تلاقيه في لامي، يعني ممكن تلاقي لامي، لامي بتلاقي مسائل من سنه 18 وسنه 19 وبتاع، حاجات كده يعني، حاجات غريبه يعني. لكن سنه 90 يا مريم للاسف مش هقدر اجيبها، انا بدايه 96 اللي معايا من 96، بس انا مدرس من 85، يعني مدرس من سنه 85، واخده بالك؟ بس طبعا ايه، ما كنتش بنحافظ على حاجه زمان. تمام كده؟ ماشي، هبعت الكلام ده بقى بعد السحور، وهنكمل يوم السبت الجاي الموضوع ده، ويبقى بدءا من نهايه الاسبوع الجاي هنبدا امتحانات السنين على طول. امتحانات السنين على طول هتتحل في ورق وتتباعت، هتتحل في ورق وتتباعت. بس كده، شكرا.